بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. احنا النهاردة زي ما حضراتكم شايفين أنا بعمل لحضراتكم تجربة عملية على ما حدث في السنغال امبارح. ليه؟ ده أنا جايب ليزر وحطه عليا وهوريه لحضراتكم دلوقتي. أول ما أوري لحضراتكم أو أسلط على حضراتكم الليزر إيه اللي هيحصل؟ انا عامله عليا اهو زي ما حضراتكم شايفين. انا طبعا الدنيا قدامي دلوقتي يعني مشوشه شويه، لكن انا بوري حضراتكم ايه اللي حصل امبارح. اللي حصل امبارح اتغلبنا وكل ده، ولكن اذا كان عندنا حق لازم نفضل وراه، اذا كان لينا حق لازم نفضل وراه ولازم نجيبه. هل المباراه ممكن تتعاد؟ الله اعلم. حتى ولو بنسبه بسيطه جدا 1% ممكن جدا اي حاجه تحصل، لكن في النهايه اتغلبنا. اتغلبنا، ما كناش كويسين او كنا كويسين في اجزاء من المباراه واجزاء لا، كل ده نقدر نتكلم فيه. ولكن زي ما حضراتكم شايفين ده الليزر ده كان على وش امبارح محمد صلاح وبقيه اللاعبين. العالم كله من امبارح للنهارده بيتكلم عن هذا الامر. يا عم اسلام ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايوه العالم كله امبارح بيتكلم عن هذا الامر زي ما حضراتكم شايفين. ليزر على العين، انا مش قادر ابص، يعني انا مش قادر اودي وشي الناحيه دي علشان ابص على الليزر. طيب خليني اوري لحضراتكم تجربه عمليه على ما حدث امبارح. انا جايب ليزر زي اللي موجود اهو، انا بس بوري لحضراتكم عشان تبقوا معايا. ده ليزر ماشي، انا عملته كده واهو. ايه راي حضراتكم؟ حضراتكم شايفين ولا مش شايفين؟ ها ايه راي حضراتكم؟ شايفين ولا مش شايفين؟ ها ايه راي كده؟ حد شايف ولا محدش شايف؟ تخيل بقى حضرتك ان اللي انت مش شايفه ده كله كان على عين محمد صلاح وزملائه امبارح. اهو مره تانيه من مره ده. على فكره اللي انا عامله ده ليزر واحد بس. اللي انا عامله ده ليزر واحد بس. امبارح كان فيه الالاف آلاف من الليزر اللي زي ده موجود مع كل الجماهير السنغالية ومتسلط على لعيبة مصر سواء محمد صلاح أو بقية اللاعبين زي ما هو متسلط عليا كده زي ما حضرتك شايف. أنا والله ما قادر أبص الناحية دي، مش قادر أبص الناحية دي خالص، أنا باصص كده. مرة تانية وتالتة ورابعة أنا بس بوري لحضرتك علشان لما حد يجي يتكلم لازم يتكلم بتجربة عملية. أنا بس حبيت أوري حضراتكم إيه اللي كان بيحصل إمبارح، ودي أقل حاجة كانت واضحة لنا، لأن أنا عرفت حاجات كتيرة جدا 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 حصلت إمبارح أثناء المباراة وما قبل المباراة وبعد المباراة كمان. دي أقل حاجة منها. الليزر اللي حضراتكم شايفينه ده أقل حاجة. والليزر ده كان مؤثر؟ أيوه مؤثر. مؤثر إزاي؟ هل ده ممكن يؤثر بشكل مرضي على اللاعبين مثلا يعني؟ الحقيقه طبعا انا مش دكتور، يعني انا ما اعرفش. حاولوا يا شباب تجيبوا لنا حد من الدكاتره الكبار اللي نقدر نتكلم معاه في هذا الامر، هل ممكن ان الليزر ده يكون اثر بشكل او باخر؟ انا عملت تجربه عمليه. انا عملت لحضراتكم تجربه عمليه توري لحضراتكم ايه اللي كان بيحصل امبارح. دي تجربه صح؟ طيب من الناحيه الطبيه انا ما بفهمش. فلازم اجيب حد ذو خبرة ويقدر يتكلم معانا في هذا الأمر، مش أنا. هسمع من واحد من أكبر وأهم دكاترة مصر في العيون، دكتور أحمد برادة أستاذ الطب وجراحة العيون جامعة الأزهر. أستاذ أحمد ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بيك وأهلا بجميع المشاهدين. أنا سعداء إن احنا نكون معاكم النهاردة، ونرجو إن احنا نقدر إن احنا نتكلم في الموضوع الساعة اللي هو الموضوع بتاع الماتش بتاع مصر والسنغال اللي هو شفناه اول امبارح. طيب احنا دكتور دلوقتي امبارح شفنا لقطات، اعتقد يعني حضرتك اكيد اتفرجت على اللي حصل امبارح والليزر اللي كان مسلط على اعين اللاعبين اثناء المباراه. يعني انا من الناحيه التقنيه انا اتكلمت مع الجمهور دلوقتي ووريتهم ايه اللي بيحصل. ما اعرفش بقى من الناحيه الطبيه هل الليزر ده بيبقى مؤثر؟ طبعا انت هقول لحضرتك على حاجه صغيره كده. اتفضل يا فندم. الساده يعني المشاهدين ممكن ان هم يسمعوا معانا الاراء بتاعت الليزر ده. الليزر ده عباره عن طيب الليزر ده بيبقى شعاع
شعاع مميز، واخد بالك، عن الشعاع اللي احنا بنشوفه اللي هو بتاع اللمبه العاديه ده، هو بان هو الاشعه بتاعته بتبقى متواجده وتستطيع انها تمشي مسافات طويله جدا اخرك، من غير ما انها تتاثر سرعتها باي شكل او باخر. نعم. فمن هنا تتميز بها الاشعه الليزر عن اي اشعه موجوده ثانيه. والاشعات الليزر اللي هي اللي موجوده بتنقسم الى كذا درجه. نعم. الدرجه اللي احنا بنستخدمها في الطب اللي هي كلاس اي اللي هي الاولانيه. الدرجه اللي بيستخدموها في المدرجات هي كلاس 3. بس اللي هي نمره 3 دي. ايوه. الضرر بتاعها لو هذه الاشعه، واخد بالك، تمركزت على مركز الاتصال بتاع العين اللي هو اللي موجود في الشبكيه، ممكن ان هو لكن انا شايف الناحيه الثانيه اللي احنا عايزين ان احنا نفهمها كويس، النور اللي هو بيجي على عين اللاعب اللي هو جاي يخش يشوط الفريق اللي هو الموجود ده، المفروض ان هو يبقى مركز، اللي هو المفروض ان هو يبقى بتنشن، واخد باله، واخد بالك، عايز ان هو يدخل الكوره داخل الجون. انت النهارده بتخليه يفقد اهم عنصر موجود عنده اللي هو التركيز، انك انت تسلط هذه الاشعاع على عينه، واخد بالك، زي ما انت شفنا الصوره اللي احنا شفناها كلنا ومحمد صلاح قبل ما يشوط الجون على كميه الاضاءه اللي هي نازله على عينه، لدرجه ان هو مغمض عينيه عشان يقدر يركز. نعم. العكس، انك انت المفروض انك انت تفتح عينيك عشان تركز. نعم. مش انك انت تغمض عينيك عشان تركز. طب يا دكتور، سؤال واضح، هل من الممكن ان يؤثر، او الصوره اللي قدامنا دي بتاعت محمد تحديدا، محمد صلاح، لان هي الصوره اللي انتشرت عالميا، محمد صلاح الصوره دي بالنسبه له هل تؤثر بشكل سلبي على تركيزه وعلى رؤيته للمرمى؟ ده انا بقول لحضرتك، انا متاكد 100% من هذا الكلام، يعني لان انا راجل يعني بشتغل في موضوع الليزر ده بقالي اكثر من 30 سنه. نعم. فاهم يعني ايه ليزر، وفاهم يعني ايه تسلط اشعه الليزر على عين الانسان والاضرار اللي هي ممكن تحصل فيها، بدون شك انها بتفقد التركيز بتاع محمد صلاح وخلافه. يعني الوضع ده بيخلينا ان احنا عندنا ملف ممكن ان احنا نقدمه الى الفيفا والى الفرع الطبي في الفيفا، بحيث ان هم يبتوا في هذا الموضوع. وحضرتك شايف ان البت هيكون في صالح مصر، بعيدا عن ان المباراه تتعاد ولا ما تتعادش، انا بتكلم من الناحيه الطبيه يعني. ما هي عشان تخش حضرتك وتفتح الملف ده لازم يبقى عندك اسباب. يا فندم. شايف ان السبب اللي هو بتاع الليزر ده هو يديلك ارضيه واسعه انك انت تستطيع انك انت تكسب هذا الملف بسرعه. أنا بشكرك جدا يا دكتور أحمد على وجودك معانا، الدكتور أحمد برادة، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة الأزهر. زي ما حضراتكم شايفين أنا ولا بتكلم ولا بقول أي حاجة، أنا أقدر أتكلم، أقدر أوري حضرتك اللي بيحصل مرة تانية، أهو اتفضل، أهو بس أنا بس بوري حضراتكم ليه، بس عشان تبقوا حضراتكم شايفين اللي بيحصل. أنا آسف جدا إن أنا بعمل كده كل شوية، ولكن أنا بوري حضراتكم اللي كان بيحصل إمبارح عشان تبقوا حضراتكم عارفين. ده من الناحية التقنية. من الناحية الطبية دكتور عظيم زي الدكتور أحمد قال لنا إن لازم ناخد الملف ده ونروح بيه كسل، ونروح بيه نشوف الموضوع ده إيه. طبعا الناحية التنظيمية في السنغال امبارح كانت سيئة للغاية، كان من الواجب أساسا إن حاجة زي دي ما تخشش الاستاد، حاجة زي دي ما تخشش الاستاد. وبالتالي اللي حصل امبارح إن أنت اتغلبت واتهزمت، واحنا داخلين الاستاد في المباراه الاخيره امام السنغال اللي كانت في القاهره، ما كانش ينفع اساسا تروح بحاجه زي دي، ولان احنا شعب ملتزم وناس ملتزمه رحنا كلنا على هناك. والشعب السنغالي كان من المفترض ان التنظيم السنغالي او المنظمين في السنغال ان هم يمنعوا دخول مثل هذه الامور. انا ما اعرفش ايه تاني دخل، زي ما حضراتكم شفتوا امبارح كمية الأزايز اللي اترمت على اللاعبين قد إيه؟ يعني كمية أزايز مرمية، ليزر بيتحط في عينيك و 120 دقيقة حتى في ركلات الترجيح، وشهادة من دكتور كبير إن هذا الموضوع بيؤثر وبشكل سلبي. يعني هو جاوب، الدكتور أحمد جاوب على الموضوع بشكل واضح أو على السؤال بشكل واضح، نعم تؤثر بشكل سلبي.
أثار نقطة مهمة جدا، إن اللجنة الطبية في الفيفا لازم تدينا رأيها في هذا الأمر، لازم تدينا رأيها في هذا الأمر. وهذه واحدة برضو من الحاجات اللي برضو الشناوي اترمت عليه أثناء المباراة. أعضاء اتحاد الكرة نفسهم، أنا اللي هقوله بقى في الفقرة اللي جاية إن شاء الله، اتحاد كرة القدم نفسه، كواليس اللي حصل في السنغال، عندي كواليس مهمة جدا، والحاجات اللي ما اتصورتش، والحاجات اللي حصل في أثناء اجتماعهم مع بعض، ومين موافق على وجود كارلوس كيروش ومين مش موافق على وجود كارلوس، هقول لحضراتكم كل التفاصيل وبالأسماء بالمناسبة. ولكن أنا بس عايز أوصل إيه؟ أنت بتعمل كل ده ليه يا إسلام؟ أنا ما بعملش حاجة، أنا بوري لحضراتكم إيه اللي حصل امبارح، وعلى الموقف الرسمي من اتحاد كرة القدم إن هو بعت شكوى ضد الاتحاد السنغالي. لازم يرفق في الشكوى كل الكلام اللي أنا بقوله ده. حضرتك آدي الليزر، وأنا جربته على الشاشة، أنا مش عايز أجربه تاني، لكن أنا جربته على الشاشة. شوف حضرتك، أنا لو جربته في أي حد، لو حد جربه فيا زي ما أنا كنت داخل، الدخلة كلها من ساعة ما مشيت من هناك لغاية ما وصلت هنا ووقفت لغاية مكالمة الدكتور أحمد، إحنا كنا جايبين الليزر، إدارة القناة جابت لنا الليزر وحطيتولي، بس قالوا لي ما تبصش عليه. فما بال حضرتك، ده واحد، ده ليزر واحد، ما بال حضرتك بقى بآلاف، 40 او 30 او 25، 20,000 من امبارح ماسكين اقلام الليزر دي وبيعملوا كده. ده لو 100 واحد، ده لو 100 ليزر بس مسلطين على اللاعبين، اللعيبه دي هتتعب. يجب أن يكون هناك مساندة قوية لهذا الملف عشان الناس تعرف أن مصر مش هتسيب حقها. هتسيب حقك إيه؟ أنا مش ببيع وهم ولا بقول، لكن أنا بقول حاجات حقيقية. وما بقولش أن الماتش هيتعاد بكرة، أو أن الماتش مثلا ممكن يتعاد، نسبة أن الماتش يتعاد نسبة صغيرة جدا، لا تتعدى 1%، يمكن أقل. لكن ليا حق، لازم أدافع عنه، لازم أقول أن محمد صلاح ظلم امبارح في ركلة الجزاء. مش محمد صلاح، محمد صلاح هو بقيه اللاعبين. هتقول لي الشناوي، هقول لك الشناوي لو تاخدوا بالكم وهو واقف، ايوه في الكره دي تحديدا عمل ايه؟ تعالى لي يا شارل، تعالى لي، تعالى لي. وانت محمد الشناوي في الكره اللي زي دي عمل ايه؟ وهو واقف، واقف عامل كده وبعدين حرك راسه. اول ما حرك راسه بعد عن الليزا، ذكي بيفكر، قدر ان هو بسرعه يخطف الموضوع. محمد وهو بيتحرك، كمية الليزر، محمد صلاح كمية الليزر اللي على وشه، العالم كله بينتفض من امبارح للنهاردة. يا راجل ده توماس مولر، ومعروف الألمان دول شعب قوي صارم، ما عندوش العاطفة، العاطفة دي قليلة جدا يعني عند الألمان. تخيل حضرتك ان توماس مولر واحد من أعظم اللاعبين في بايرن ميونخ دخل يتكلم، يقولك unfair اللي بيحصل ده، not fair، هذه ليست العدالة في كرة القدم. وبالتالي مش مولر بس، كثير من الصحف العالمية اتكلمت عن هذا الأمر. لو جاهزين يا شباب بالحاجة دي، لو سمحتم ورونا إيه اللي حصل وإيه الكلام اللي اتقال امبارح. أهو اتفضل حضرتك، دي جريدة سان البريطانية بتقول ليزر، أفلام الليزر أو أقلام الليزر، آه عار كاس العالم. دي جريدة أوليس الأرجنتينية، يعني بتتكلم عن أنه صلاح ومنتخب مصر كانوا بيواجهوا الليزر في السنغال. توك سبورت، دي محمد صلاح يعني قبل ترتيب ركلة الجزاء وصورة الليزر، وبتتكلم عن هذا الأمر. امبارح الموضوع ما كانش مكمل، كمل يا شباب. امبارح الموضوع ما كانش بسيط، من امبارح للنهارده الناس كلها كانت بتتكلم عن هذا الامر. اليورو سبورت اهو زي ما حضراتكم شايفين، محمد صلاح مستهدف بالليزر. وصحيفه الجارديان كانت بتتكلم عن شكوى الاتحاد المصري ان هي بتتكلم في السنغال، صحيفه سبورت الكتالونيه بتتكلم عن الفيديو، منزله الفيديو والليزر على عمرو السوليه وعلى محمد صلاح. صحيفة موندو دوبرتيفو الأسبانية، كل هذه الصحف العالمية بتتكلم عن ما حدث امبارح. الديلي ميل الإنجليزية بتتكلم عن الليزر ومحمد صلاح واللي اتعرض له. الميرور البريطانية نفس الكلام، استهداف محمد صلاح بالليزر.
ده راديو مونتي كارلو بيتكلم ان محمد صلاح بره كاس العالم بسبب الليزر مع نجوم زي ابراهيموفيتش ومحرز. انا بس بوري لحضراتكم اجزاء بسيطه جدا من اللي احنا شفناه من امبارح، نموذج للصحافه العالميه ماذا من الارجنتين ومن فرنسا ومن انجلترا ومن اسبانيا، الناس كل العالم كله بيتكلم عن ايه اللي حصل امبارح. يتعادل ماتش؟ صعب يتعادل ماتش، ولكن عندما يكون لمصر حق لازم نفضل في ظهر حقنا عشان نوصل ان احنا نجيبه. ادي توماس مولر اللي انا كنت بتكلم على حضراتكم مع حضراتكم عليه، ابليس فير بلاي فيرست، فير بلاي فيرست، ده توماس مولر. يعني الموضوع يا جماعه لازم ناخده خلاص، احنا خرجنا وامبارح كل الكل نفث عن غضبه في محمد والكل قال كذا وكذا، انا اللي متاكد منه طبعا ان الشعب المصري الحقيقه، وانا متاكد من هذا الامر لان احنا ناس كتيره شافته قبل كده، بمقدار حبنا لمحمد صلاح بمقدار الكلام اللي اتقال امبارح من كل الشعب المصري، مع اول جون يجيبه محمد صلاح مع ليفربول هتشوفوا اللي هيحصل ايه. والقهاوي في مصر كلها هتتفرج على محمد صلاح وتفرح لليفربول عشان محمد صلاح. ويعني هو يا جماعه بس انا عايز اسال سؤال، هو قبل محمد صلاح لما راح ليفربول هو كان حد بيشجع ليفربول غير 5-6 في مصر كلها؟ يعني احنا في القهاوي كنا بنشجع فيرونتينا اللي مثلا برضو قليلين جدا، ملوش حد يعني بيشجعه كتير، خلينا اتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحه. فمحمد صلاح هيظل دائما ملهم، وانا قلت الكلام ده امبارح في ظل ان احنا كلنا كنا غضبانين وزعلانين، ولكن هل ده هل ان محمد صلاح ان هو لم يظهر بشكل جيد في مباراه امبارح ان احنا نقول ان محمد صلاح خلاص وان احنا مش هنشجع؟ لا لا لا، الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده انا بحب محمد صلاح مش انا لوحدي، مصريين كتيره جدا بيحبوا محمد صلاح وهيفضلوا يحبوا محمد صلاح، ومحمد صلاح هو ملهم للشعب المصري بالكامل وهيفضل كده. ولكن امبارح ما كانش كويس، امبارح ما كانش كويس. هو جمال بالماضي لما اتغلب امبارح من مباراه الجزائر في اخر ثانيه، هل ده معناه ان جمال بالماضي مدرب وحش؟ لا، جمال بالماضي مدرب كويس ولكن غير موفق في الفتره دي. يمشي يمشي طبعا، لكن انا بتكلم عن محمد صلاح. انا شخصيا انا زعلان من محمد صلاح شويه، عارفين ليه زعلان من محمد صلاح؟ عشان انا حاسس ان هو زعلان من الانتقادات. وجهه نظري ان بمقدار حبنا محمد ليك وبمقدار حب الشعب المصري ال 110 مليون بيحبوك كلهم، مفيش حد ما بيحبش محمد صلاح، ال 110 مليون كلهم او معظمهم بيحبوا محمد صلاح، وبالتالي لما يلاقوك وحش لان احنا متخيلين ان انت تاخد المنتخب على ظهرك وتجري. اكتر واحد في الدنيا زعلان هو صلاح. طيب خلينا ناخدها على الجانب الفردي بقى، الجانب الفردي حضرتك، ويعني خلينا نتكلم بمنطقيه بالجانب الفردي. هو لو محمد صلاح خد امم افريقيا ووصل كاس العالم العكس زي ما نيه، وهو هداف دوري انجليزي دلوقتي، وخد لو كنا خدنا بطوله افريقيا وكنا وصلنا كاس العالم ومرشح ان هو ياخد دوري ابطال اوروبا مع ليفربول ويكمل مع ليفربول بشكل او باخر. طيب لو كان خد بقى بطوله افريقيا ولو كان وصل كاس عالم مع منتخب مصر، اولا كان هياخد افضل لعيب في افريقيا. محمد صلاح مش هياخد افضل لعيب في افريقيا، اللي هياخد افضل لعيب في افريقيا هو ساديو ماني بنسبه 99.9%. فلو انتوا بقى لو احنا بنبص لها على الجوانب الفرديه، لكن صلاح اكتر واحد حزين في مصر. هل ده معناه ان هو كان كويس امبارح؟ لا، ما كانش كويس، لا ضيع ضربه الجزاء. لكن انا بتكلم على الناس اللي بتهاجمه تقول ان هو مش زي ساديو ماني. معلش مع احترامي لكل اللاعبين اللي موجودين في مصر، هو اسماعيل اسار في حد زيه في مصر؟ الفارق الفرديه، يعني انا بتكلم على الفارق الفرديه والمهاريه. هو بقيه اللاعبين اللي موجودين ادريس جاي وبقيه اللي الشيخ كوياتي لا وكوليبالي في دفاع، خلينا نتكلم في كله. هل هنا زي هنا؟ لا طبعا هناك اختلاف كبير، ومع ذلك انت قدرت تصل مع المنتخب او بمنتخب مصر امام المنتخب السنغالي للحظات الاخيره من عمر المباراه،
ووصلت لركلات الترجيح، لو كان الكره دخلت نزلت تحت شويه ودخلت الجون كان ممكن نكسب ونصل الى كاس العالم، وزماننا كلنا دلوقتي فرحانين ومبسوطين وشايلين صلاح على اكتافنا. محمد صلاح هنفضل شايلينه على اكتافنا، كل لعيبه منتخبنا الوطني هنفضل شايلينهم على اكتافنا، لانهم بيحبوا بلدهم وتعبوا جدا جدا. انا عرفت حاجات كتيره جدا جدا حصلت قبل المباراه واثناء المباراه وما بعد المباراه. عموما خلينا بس نطلع نشوف الفيديو ده ونرجع نكمل مع حضراتكم. دول من أجل الناس اللي لعبت معاهم الكورة، حتى لحقت الجيل القديم شوية مع كابتن وائل وكابتن أفريكا، وبعدين لعبت مع عبد الله والناس دي، بس الحقيقة الناس دي رجالة جدا. وأنا بقول لكم تاني يا جماعة، أنا فخور إن أنا لعبت معاكم وكان شرف ليا. اللي حصل ده مفيش حد يقدر يتدخل فيه، لأن ضربات جزاء يعني تاني مرة. فا مفيش حاجات كتير أقولها، بس أنا خليها شرط انا لعبت معاك، سواء انا موجود او مش موجود. لا حد موجود. منتخب مصر كله موجود فيك وكابتن استاذ كمال. كابتن محمد قدر الله ما شاء فعل، يعني احنا انتوا كلكم يعني حابين وطنكم وكلكم اديتوا اللي عليكم، لكن وفي الاخر انتوا كملتوا الماتش يعني 90 دقيقه وبرضه كملتوا الماتش وكابتن بنركز، قدر الله ما شاء فعل. نشوفكم على خير وتوصلوا بالسلامه ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين حزن شديد جدا على جميع اللاعبين، على سيادة الوزير، على المسؤولين في اتحاد كرة القدم. اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية محدش عارف، لكن أنا هقول لحضراتكم النهاردة حاجات كتيرة جدا. لكن أرجع لصلاح مرة تانية. لسه كنت بتكلم مع الأصدقاء ومع الزملاء النهاردة قبل ما نطلع الهوا، وكنا بنتكلم على إن إحنا محمد صلاح بالنسبة لنا، يعني أنا دايما لما باجي أقعد مع ابني اقول له يا رب تطلع زي محمد صلاح، مش انا لوحدي، كثير من المصريين، ان ما كانش كلهم، لكن انا دايما ما بحبش اعمم، كثير من المصريين يقولوا كده، يقولوا يا رب تطلع زي محمد صلاح. صح ولا مش صح؟ محمد صلاح تعرض لانتقادات كبيره جدا، تعرض، ومن حقنا ان احنا ننقد محمد صلاح، لكن اداء محمد صلاح، لكن هل حد عنده فكرة إن محمد صلاح ده ممكن يكون متخاذل أو ممكن يكون كذا أو ممكن؟ لا، استحالة. هذا الكلام ما يصحش إن هو يتقال أساسا، ما يصحش. مش على محمد صلاح، ولا على محمد صلاح، ولا على النني، ولا على أي لاعب في المنتخب الوطني. كلهم رجالة وكلهم حاولوا يؤدوا ما عليهم. ظهر منهم من ظهر بمستوى جيد، ولم يوفق بعض اللاعبين. لكن أنا بتكلم محمد صلاح بالنسبة لي وبالنسبة كثير من المصريين، محمد صلاح هيفضل ملهم ليا ولشباب كثير من المصريين، لأنه امبارح ما كانش كويس. أيوة امبارح ما كانش كويس، وأقولها في وش أي حد، ما عنديش مشكلة، لأن دايما لازم أقول الصح وإيه اللي بيحصل. ما كانش كويس، ما كانش كويس، لكن في النهاية ده انتقاد أداء. كنت أتمنى أن محمد صلاح امبارح يبقى كويس، لأن محمد صلاح لو كويس كنا كسبنا بمنتهى البساطة، كنا كسبنا. لانه محمد صلاح بيشيل ليفربول على كتافه لوحده، وبيشيل منتخب مصر قبل كده على كتافه لوحده. هو مين اللي دخل شاط ووصلنا لكاس العالم في روسيا؟ مش محمد صلاح ولا حد تاني؟ محمد صلاح في ماتش الكونغو. فعموما حاجات كتيره جدا حصلت قبل المباراه، والبعثه وصلت ازاي، والاتوبيس قعد يلف باللعيبه ازاي، افلام هتسمعوا افلام كثيره جدا جدا. والافلام دي بالمناسبه انا ما سمعتهاش من اللاعبين فقط، انا سمعتها من اللاعبين والصحفيين والجمهور اللي كان هناك وكل الناس اللي كانت هناك. وبالتالي وزي ما حضراتكم شفتوا، مش انا لوحدي او انا كمصري بتكلم عن هذا الامر، ولكن كمان الصحافه العالميه بتتكلم عن محمد صلاح واللي حصل مع محمد صلاح، وهجمة الليزر اللي حصلت على محمد صلاح. أنا جبت لحضراتكم رأي فني، مش رأي إسلام، ده رأي واحد من أكبر وأعظم دكاترة مصر في العيون، دكتور أحمد برادة، قال لحضراتكم بتؤثر وبشكل سلبي وبيفقد فيها الرؤية ولو لنسبة بسيطة جدا. طيب ده بالنسبة لكل اللاعبين وللشناوي كمان، لكن الشناوي كان بيظبطها زي ما قلت لحضراتكم. فأتمنى إن كل الحاجات اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم دي تكون وصلت وبشكل واضح، لأنه هنفضل ورا حقنا، إذا كان لينا حق هنفضل وراه. إن إحنا الماتش يتعاد؟ لا، الماتش بنسبة 99.5%
لم يحدث او لن تعاد المباراه، ولكن انا عايز حقي من اللي حصل هناك. هو انا عشان جمهوري جمهور محترم وجمهور بيحافظ على اسم بلده وبيحافظ على كل الكلام ده يبقى انا لا؟ لكن التنظيم في السنغال لم يكن جيد، التنظيم لم يكن جيد في قبل مباراة السنغال وأثناء وما بعد المباراة. وزي ما حضراتكم شفتوا اللي حصل في غانا ونيجيريا، في أنباء عن أن أحد المبعوثين من الفيفا أو طبيب منتدب من الفيفا من الكاف توفى، بيقولوا أنه توفى. فهل توفى بسبب إيه؟ توفى بسبب الخناقة اللي كانت أو التدافع الجماهيري ما بعد المباراة. طب وبعدين يا جماعة؟ وبعدين القارة الأفريقية يجب أن تتغير، القارة الأفريقية يجب أن تتغير. ده نعي الكاف للطبيب اللي توفى بسبب الأحداث بعد ماتش غانا، بسبب غانا ونيجيريا. الكاف بيعزي عائلة الطبيب الزامبي دكتور كابونجو. فالحقيقة حاجات كتيرة جدا بنشوفها ونفتكر كأس أمم أفريقيا في 2019 كانت عاملة إزاي، ونشوف ونقعد نفكر هو اللي بيحصل ده طبيعي يا جماعة؟ التنظيم زي ما حضراتكم شفتوا، عندنا دولة كبيرة وقوية تقدر تحافظ وتنظم أي حاجة، أي إيفنت كبير. أنت حضرتك اديت صورة مشرفة عن أفريقيا للعالم كله، لكن دلوقتي بص حضرتك الناس بتتكلم عن قلة التنظيم اللي موجود في السنغال، والتنظيم ده لازم يبقى أفضل من كده، والفترة اللي جاية كذا، والاتحاد الأفريقي يجب أن يتدخل، وكلام زي بقى اللي حضراتكم سامعينه واللي حضراتكم عارفينه من امبارح. وبالتالي أتمنى إن احنا نفكر بشكل أفضل خلال الفترة اللي جاية وإيه اللي هيحصل. بما أننا بنتكلم عن المستقبل، إيه اللي هيحصل؟ هل سيكون كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني خلال الفترة اللي جاية؟ هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هتكلم مع حضراتكم عن كواليس ما حدث ما بين أعضاء اتحاد كرة القدم. هو ليس اجتماع رسمي، ولكن آراء سمعناها هنقول لحضراتكم إيه اللي حصل في هذا الاجتماع الودي الغير رسمي ما بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد. وبعد كده طبعا بقى هنتكلم عن مهمتنا القومية الأخرى اللي هتبقى يوم الحد القادم، الأهلي يلاقي الهلال السوداني. ولكن نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. قبل بس ما أتكلم عن الأخبار اللي عندي النهاردة، عايز أقول لحضراتكم على حسب المعلومات اللي ممكن ما تسمعوهاش يعني غير في البيت الكبير، اتحاد كرة القدم عنده نية للاستقرار وتمديد عقد كارلوس كيروش. طيب بنسبة إيه؟ يعني مين بيقول إيه؟ أو مين من أعضاء اتحاد كرة القدم موافق ومين مش موافق؟ أنت عندك مين أعضاء اتحاد كرة القدم؟ الأستاذ جمال علام رئيسا للاتحاد، أستاذ خالد الدرندلي وهو نائب رئيس الاتحاد، ثم كابتن عامر حسين، كابتن حازم إمام، كابتن محمد بركات، اللواء حلمي مشهور، الحاج محمد أبو الوفا، الدكتور إيهاب الكومي، الدكتورة دينا الرفاعي. هذا هو عدد من له الحق في التصويت في اتحاد كرة القدم بالنسبة على وجود كارلوس كيروش. أستاذ جمال علام موافق، الأستاذ خالد الدرندلي موافق، كابتن بركات وكابتن حازم إمام موافقين، أستاذة دينا الدكتورة دينا الرفاعي موافقة، اللواء حلمي مشهور موافق، الحاج محمد أبو الوفا موافق، الحاج عامر حسين 50-50-60-40 للموافقة، أقرب للموافقة، الأستاذ الدكتور إيهاب الأستاذ إيهاب الكومي أيضا 60-70 أقرب للموافقة. وبالتالي عندك إجماع على وجود كارلوس كيروش خلال الفترة اللي جاية لغاية يوم 2026، ولكن ما هو الموقف الرسمي لكارلوس كيروش نفسه؟ خلي بال حضراتكم، كارلوس كيروش حتى هذه اللحظة لو عرض عليه تمديد تعاقده خلال الأربع سنوات القادمة محدش عارف رده إيه. محدش عارف يعني هل هو هيوافق أو مش هيوافق، محدش عارف. لسه ما اتكلمش في أي حاجة مع أي حد. طيب الجهاز المعاون، الجهاز المعاون كان هناك بعض الأخبار، أو مش عايز أقول بعض الأخبار،
كان هناك بعض الأصوات داخل اتحاد الكرة كانت بتقضي بتغيير اثنين من المجموعة اللي موجودة، مش هقول أسماء علشان مش هقول أسماء الاثنين علشان يعني حفاظا على الموضوع. فكان هناك تغيير هيحدث في بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية لاثنين من أعضاء الجهاز الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، من الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، ولكن تم الاستقرار. دول في صوتين أو ثلاث أصوات من مجموع الأصوات بيروح لهذا الاتجاه، ولكن الأصوات الأكبر والأعلى بتذهب إلى الاستقرار. الاستقرار معناها كابتن وائل جمعة، كارلوس كيروش، كابتن ضياء، كابتن محمد شوقي، كابتن عصام الحضري، ثم روجر ديساه. عندك كيروش بقى بعد أمم أفريقيا وهو راجع في الطيارة بلغ الأستاذ جمال علام، دي حاجة برضو هقولها لحضراتكم، أنه مستعد يمشي ويسوي كل مستحقاته المالية ويتنازل كمان عن الشرط الجزائي. يعني عندما تسأل عن كارلوس كيروش ما بين الأعضاء اتحاد كرة القدم يقول لك أنه هو رجل محترم لا يبحث عن المال، مش مادي يعني، ولكن في نفس الوقت هو حازم جدا وبيطلب حاجات عايز يعملها بيعملها في شغله، حتى في البنية التحتية، في كل شيء. يعني في مشروع الهدف كان له ملاحظات كثيرة على الملاعب وعلى الجيمز وعلى الجيم، وطلب حاجات في الجيم وتعدلت. وبالتالي الرأي الأقرب هو استمرار كارلوس كيروش بجهازه المعاون كاملا كاملا، الا بقى اذا هو شال ايده يعني. لكن هو مش فارق، هو ما عندوش اي مشكله مع كابتن ضيا زي ما كان بيتقال، ما عندوش مشكله مع شوقي، ما عندوش مشكله مع جمعه، ما عندوش مشكله مع حضري، ما عندوش مشكله مع حد. وبالتالي الاقرب ان يتم عرض التجديد على كارلوس كيروش، الا اذا علم اتحاد كره القدم ان كارلوس كيروش لا يريد التجديد او لا يفضل الاستمرار، لانه اللي احنا سمعناه ان هو عايز يبطل وعايز يريح بقى ويروح يصطاد وعايز اقول لحضراتكم ان هو كان محبط جدا 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 بعد المباراه بشكل مش طبيعي الحقيقه، وتلاحظ ده مش من كل الناس اللي موجوده، ان هو تحس ان هو ماشي تايه لوحده كده وكان نفسه يصعد مع منتخب مصر. وبالتالي الاقرب هو التجديد للمدرب البرتغالي، سواء حضرتك عايز او مش عايز. انا بقول لحضرتك دي معلومه حصلت، وقلت لحضرتك بالاسماء مين عايز ومين مش عايز، كلهم عايزين بنسب كلهم بنسبه 100% فيما عدا واحد او اثنين بنسب اقرب الى استمرار كارلوس كيروش. طيب دي كانت لازم اتكلم مع حضراتكم في القصه دي لانها كانت قصه مهمه جدا. ان شاء الله يوم الجمعه القادم النادي الاهلي بيحتفل، ونبدا بقى اخبارنا يعني، النادي الاهلي بيحتفل بيوم اليتيم في فرع مدينة نصر. تقيم كل من اللجنة العليا للجان ولجنة الطفل بالتعاون مع وزارة الصحة احتفالية خاصة بيوم اليتيم الجمعة المقبل في فرع النادي بمدينة نصر بمشاركة أطفال دار جمعية التنمية المحلية للأيتام بألماظة. وتضمن الاحتفالية العديد من الفعاليات والفقرات الخاصة، ومن بينها إقامة عيادتين متنقلتين للكشف على الأسنان. كما تشمل فعاليات الاحتفالية حملة نوعية علشان ونوعية حملة توعية من التقزم والسمنة من خلال المختصين وإقامة الواحد كبر في السن بتاع بعيد، فالواحد كبر مش شايف لازم نروح لدكتور أحمد، وإقامة العديد من أو الليزر عامل فيها كده مش مخليني شايف كويس والله ماشي، إقامة العديد من المسابقات والأنشطة من خلال فريق تابع لوزارة الصحة، فضلا عن شو أطفال أيتام وتقديم هدايا للأطفال الأيتام. أربع مخالفات يستند عليها اتحاد كرة القدم زي ما شرحت لحضراتكم، ولازم كلنا نفضل كمصريين ورا اتحاد الكرة، لازم نفضل وراهم، كل حاجة لينا لازم ناخدها. لو السنغال مش هيلعبوا في أرضهم يبقى أنت كسبت هذه المعركة، لازم نفضل في ظهر. طالما في قرار إن احنا ناخد جزء من حقنا هناخد على الحق الأدبي على الأقل، لازم نفضل ولا نفضل وراء هذا الحق.
اتحاد كرة القدم أيضا يجهز شكوى ضد حكم مباراة السنغال بسبب الجمهور. أنا الحقيقة برضو يعني كابتن مصطفى غربال واحد من الحكام الجيدين، يعني معلش مش هنقدر نتكلم عنه بشكل أو بآخر بأنه هو وحش، لا هو حكم جيد جدا، ولكن في مباراة امبارح برضو لم يكن جيدا. أيوة يا فندم، حسيت أنه هو خايف من الجمهور. حضراتكم زي ما أنتم شايفين اللي حصل امبارح، كرة يعني معلش أنا آسف، الكرة جاية، تخيل حضرتك إن واحد بيضربك في الحتة دي، ودي شفناها خلال الفترة اللي فاتت في أي بطولة أوروبية في أي دوري أوروبي، يطلع يروح يبص على الفار وكارت أحمر وشكرا. تخيل حضرتك أنت لو السنغال بيلعب، ومين كان أعتقد إسماعيل أسار، أعتقد أنا مش متذكر، أعتقد إن هو كان إسماعيل أسار، إدريس أجاي، إسماعيل أسار، أي حد، المهم كلهم أي واحد فيهم كان هيطلع كان هيؤثر بشكل سلبي لصالح منتخب السنغال أو لصالح منتخبنا الوطني بشكل إيجابي وضد منتخب السنغال، وده كان في الشوط الأول. شوف عمر جابر طلع في الدقيقة كام. طب بلاش دي، بلاش دي. هو أنا لما مش عارف إيه موضوع الفار معانا، الفار قال له تعالى بص على الشاشة وشوف وبعدين خد قرارك يا أخي، اعمل اللي أنت عايزه. في كرة عمرو السولية اللي اتضرب فيها على أمام منطقة الجزاء ما راحش حتى بص ليه؟ ده يخليك تبقى وانت قاعد كده عمال تقول ايه، طب هو في ايه يا جماعه، هو ليه كده، ليه كده؟ عشان خاطر الجمهور الموجود. ما مصر كانت او الاستاد القاهره كان مليء ويعني بصراحه الواحد مش عارف يقول ايه، مش عارف. الموضوع الحكام ده برضو يجب ان يتم تقديم احتجاج رسمي. ده الكره بتاعت عمر جابر اللي في انكر رجله دي، يا نهار ابيض يا جماعه، دي واضحه للجميع، واضحه. لكن عموما هو ده اللي حصل، وهو ده اللي هنفضل، انا شخصيا هفضل وهذا البرنامج هنفضل في ظهر المنتخب وهنفضل في ظهر بلدنا علشان نصل لحق من حقوقنا او جزء من حقوقنا خلال الفتره القادمه. طيب يوم الاحد القادم مره تانية، يوم الاحد القادم بيعود النهارده اللاعبين الدوليين للنادي الاهلي. موسيماني هو بيتكلم قال ان هو خلال هذه الفترة هيبحث، مش هيبقى في تمرين زي ما حضراتكم عارفين بالنسبة للاعبين الدوليين، ولكن هيبقى في قعدات نفسية وذهنية أكتر للاعبين الدوليين، لأنه احنا عندنا مباراة مهمة جدا. عندنا إن شاء الله يوم الأحد مباراة الهلال السوداني، ولكل من يرى أن الأهلي صعد إلى الدور القادم، الموضوع ده مش صح. الأهلي لم يصعد حتى الآن إلى دور ال 16. لسه بدري ولسه عندك 90 دقيقة في المباراة القادمة، لازم تكسب أو تتعادل على أقل تقدير عشان نقدر نقول إن أنت صعدت رسميا. المباراة صعبة؟ آه المباراة صعبة، وبتلعب فريق واحد من أعرق وأهم الفرق الموجودة في أفريقيا وفي السودان، فلازم كلنا نبقى مركزين، لازم كلنا نبقى واقفين في ظهر فريقنا إن شاء الله. زي ما قلت لحضراتكم بقى هنقفل صفحة المنتخب، هنفضل نتكلم دايما على هذا الاحتجاج، ولكن هنقفل صفحة المنتخب وهنتكلم عن المهمة القومية اللي داخلها النادي الأهلي إن شاء الله يوم الأحد القادم. ويبقى كل الناس كل أهلوية على الأقل، مش على الأقل اللي هم الأكتر يعني، كل الأهلوية في ظهر النادي الأهلي خلال المباراة القادمة. طيب عندي فاصل، وبعد هذا الفاصل اثنين من نقادنا الرياضيين الكبار أستاذ جمال الزهيري والأستاذ عصام شلتوت، وحديث هام جدا عن الجزء الأكبر منه عن النادي الأهلي وعن مباراة يوم الحد القادم، ثم الجزء الآخر عن المنتخب ورؤيتهم للمرحلة القادمة لمنتخبنا الوطني. بعد الفاصل نقادنا الرياضيين الكبار أستاذ جمال الزهيري والأستاذ عصام شلتوت. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، الناقد الرياضي الكبير الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن، شرف ونور وهارد لك امبارح. الحمد لله على كل شيء، وان شاء الله بس نتعلم من هذا الدرس. يعني استاذ عصام شلتوت ناقدنا الرياضي واخونا الكبير، ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن، حضرتك كله تمام؟ هارد لك امبارح طبعا. لا هارد لك ليه، انا ما فشلتش. قول الكلام ده للناس اللي فاشله، انا راجل عملت اللي عليا وكتبت وعملت وانقذوا كروش من الغضب، وسقفوا لكروش حاضر، وسقفوا لضياء حاضر، وقولوا كل الكلام الحلو حاضر، لدرجه ان احنا احيانا
ما كان يجب ابدا ان نفعل كامل ما فعلناه عشان ابقى دقيق يعني. أوكي. لكن كمان قلنا هنا وقلنا في كل حته وكنتوا بتضحكوا اما اقول لكم بقى الحاج كروش مش هيجيبها البر، ما حدش كان مصدق. بس خلي بالك راجل راجل يا عم يقعد اهلا بيه بقى، ما هو في الاخر انا لسه كنت هسالك اربع سنين لا في الاخر في الاخر لازم اقول الامر نقول لهم صوتنا يا استاذ جمال طبعا. الكره ما هياش هو الاستاذ عصام بيتكلم يعني ده رايه ما هياش يعني استاذنا لا وعلى فكره هو كلام الكره ما هياش جمال علام انا اسف يعني ولا الناس اللي جت مشغوله اللي لسه بيشتغل في قناه واللي لسه بيشتغل مع شركات وكل الهرتله هي هي وبعدين الناس بتحترمنا في الشارع لازم نقول لها كلام الى جانب اولي الامر واولي الامر مش اللي ظاهرين قدامنا اولي الامر دوله بنقول مصر الجديده بنقول الجمهوريه الثانيه لا هم كمان يعملوا اللي عليهم لانه الحقيقه يعني لا انا شايف استاف ولا انا شايف تكتيك وعمالين يقولوا اصله عبر بينا عبر بينا ايه وانت عمال تقع من على الكوبري تروح ماسك في حروف ولا افلام جيمس بوند ويقول لك عبر بينا عبر بينا فين يعني ده حتى جيمس بوند كان بيعملها عشان يستخبى من الاعداء ده راجل بس جيمس بوند كان ماشي وراه 100,000 واحد انا بقول لا كمان انا اسف يعني انا اخترت نموذج غلط لانه التاني كان بيعمل كده بمزاجه بالعكس ده كان لما بيمسك بحروف صوابعه يعني بيرجع وينجح وكذا انت عارف انا كان سؤالي التاني ايه انه صعب يا كابتن انا اسف يعني ان انا ما خليتكش تبدا باسئلتك يعني كان سؤالي التاني هو استاذ عصام قفل خلاص لا قفله لا مش قفلته يا كابتن يعني انت تقول لي انت مع ان هو يكمل ولا لا يا كابتن انا لا مع ولا ضد يا كابتن تصريح امبارح يعني لو صح انه من معالي الوزير انا براجع حضرته فيه هو دايما بيسمعنا ودايما إيه بنقول له اللي هو يقول لك مش هنهد المعبد المعبد مش كروش لا المعبد ده محتاج بياض محتاج الحيطان تنزل ونشتغل تاني ويبقى عندنا سيستم كوره يتفضل ويخليهم يترجموا له يعني ايه اتحاد كوره من اساسه وده ما ياخدش معانا ست شهور يعني ايه لجان يعني ايه حكام يعني ايه مسابقات يعني ايه مسابقه الدوري يعني ايه كل حاجه مش مسابقه الدوري بالمناسبه ما اقصدش يعني ايه لا ما انت بتعيد صياغه كل الامور عشان الرابطه كمان ما هو الرابطه يا رابطه ايه يا رابطه يعني بقدونس ده رابطه انديه محترفه يعني لازم اشوفها زي ما بشوف كل العالم ونبقى كابتن ما تتضايقش عشان بقول لك كلام على مسؤوليتك احنا بنضحك يعني على فكره يا استاذ عصام انا دايما هبقى عكسك براحتك لا هتعكسني ولا تبقى عكسي لا عكسك في الكلام انت بتتكلم بلغه يعني الغائبين بالظبط كده انت تاخد ضمير الغائب يعني وعشان كده احنا مش هنحرج دايما عمرك ما تقدر تقول للمقدم او اللي بيدير الحوار رايك انت ايه يصعب الا لو هو برنامج تحليلي حضرتك بتطلع لوحدك تتناول بالتحليل لا رايك وانا ما عنديش مشكله احيانا اتعلمنا منكم كده احيانا الناس بتخلط يا جماعه بين انك انت بتتحدث عن اسلام الشاطر في شغل الكوره وانك انت كده يعني بتبقى قليل الذوق عن اسلام الشاطر على بعض مش صحيح انا فاصل بين ده وبين ده حتى لو صاحبي وما بنسيبش بعض لكن في الاخر ومش هقول بقى في حاجه اسمها مصر لا في حاجه اسمها صناعه بتتدهور انا مش هقول مصر اكبر من ماتش كوره واكبر من انها تروح كاس العالم و و و مصر يعني صناعه يعني بلد بتقوم عليها صناعات كثيره جدا بلد بتعمل محاولات انها تقفز على اشياء كثيره ما تجيش انت بقى وتقول لي ان الناس دي هتعمل كوره احنا كده اقسم بالله نساهم بقدر الناس لما تقابلنا في الشارع لازم نتوارى امامها خجلا ان احنا بنسيب اللي بيحصل ده هو اساله استاذ جمال مفضل. يا استاذ جمال هو كلام استاذ عصام ده رايه تمام. وحر تمام. لكن في نفس الوقت هل لو كان امبارح ركلة الجزاء اللي ما دخلتش دخلت وصعدنا الى كاس العالم كان هيبقى ده رايي مش استاذ عصام اصل خلي بالك عموما انت بتتكلم على عموما او النقد عموما وجهه النظر الرافضه كان هيبقى المفروض ايه هقول لك او وجهه النظر الرافضه بس انا من حقي برضه بعد استاذ جمال لانه ده نفس الكلام بس بالظبط انا برضه هقول كلام اعتقد ان هو ممكن هيبقى مختلف وفي نفس الوقت مش بعيد عن السياق فضل. بمعنى لا رايك طبعا بمعنى لا طبعا. بمعنى انه كيروش مدرب كويس خلي بالك بس نحط بعدها لكن عنيد جدا خلينا احنا دلوقتي خلصنا مرحله المسانده والتأييد لا 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 رايك بقى الراي دلوقتي بعد ما خلاص وصلنا لنهايه المشوار هو عنيد جدا ولا يستمع الى اي وجهات نظر اوكي وده شيء برضو لازم نبقى مقتنعين انه لا يبشر بخير لو تم تجديد التعاقد معاه او التعاقد معاه من جديد لمده 4 سنوات اوكي
اصله كلام الراجل حتى بعد ما خلص المهمه طلع بيقول ايه؟ دريم اوفر، يعني الحلم انتهى. عارف ان الاول افتكرت حلم المصريين، حلم المنتخب، طلع حلمه هو الشخصي. يعني هو كان بيحلم زي ما فهمت من كلامه بقى بالتفصيل، هو كان بيحلم ان هو يوصل كاس العالم حسب كلامه للمره الخامسه. اوكي. والحلم ده خلص. لا، انت هنا بتفكر في حلمك. ما هو اذا كان حلمك لا. يا استاذ اصل تفرق يا كابتن اسلام في ايه؟ اتفضل. انت حتى وانت طالع مش بتعتذر عن ان عن انك اخطات، لا ده بيقول حلمي خلص وتشكرين قوي يا جماعه انا همشي. بس هو الحلم بتاعه هو نفس حلم المصريين. لا يا كابتن ما انا عارف هو نفس الحلم. بيتكلم علينا ان احنا محتاجين 7 سنين. ده راجل زهايمر يا جماعه. لا هو لو محتاج بيتكلم علينا ان بيقول لك انه سيسي قعد 7 سنين، لو قعدت 7 سنين زيه اعمل. لا لا الكلام ده ما عيب، عيب يقوله عن مصر. مصر بكتيره بيه من غيره من 7 اسابيع ل7 اشهر تبقى في حته تانية. لا وفي نقطه كمان، هو احنا ما كناش بعيد قوي يا كابتن اسلام عن التأهل. بالظبط. لا كنا بعيد عن الفوز بكأس الأمم الأفريقية ولا كنا بعيد. حضراتكم بتكلموا عن ملامسة الكأس ولا عن كرة بلادي؟ لا سؤال، ما هو احنا دلوقتي احيانا بنتكلم عن ما هو قادم يا استاذ عصام. لا واحيانا نغفر، احيانا بنغفر الكلام عن الأداء واللعب الجميل في سبيل انك تحقق حاجة. طب خليك فاكر انك قلت احيانا. ما انا بقول احيانا. لا تمام. النهارده بقى انت لا خلتني بلعب كرة كويس هجومية ودفاعية. مفيش حاجة اسمها كرة دفاعية بحتة وكرة هجومية بحتة. انت لديتني اداء متكامل. أوكي. فنيا من الناحية الدفاعية والهجومية، وفي نفس الوقت ما اديتنيش النتيجة. أيوه. وبعدين شكل منتخب مصر اللي احنا قلنا عليه 4 مباريات وقت اضافي في كاس الامم الافريقية. ومنهم 3 وصلوا ركلات ترجيح. أيوه. ثم أخذتنا مرة أخرى يا مستر كيروش إلى ركلات الترجيح حتى في المباراتين دول. ما هي المشكلة، هل أنت ضامن أنك لما توصل لركلات الترجيح تكسب؟ لا ده ركلات الترجيح دي أضعف نقطة ممكن تعتمد عليها. مظبوط. يعني بدلا من كده، ما أنا لسه كنت بتكلم حتى بره قبل ما تروح المباراة داكار، انت كنت متقدم بهدف. مظبوط. هذا التقدم بهدف يبرر ليك ويغفر لك انك تحاول تحافظ عليه هناك. أيوه. لفترة من الوقت. الفترة دي ما طالتش يا كابتن اسلام. 3 دقايق. لا بس خلي بال حضرتك. اي بعد ال3 دقايق. انا حتى قلت الكلام ده امبارح. 0-0 زي 1-0 زي 2-0 يعني ايه؟ تمام. يعني 0-0 انت خلاص وصلت. 1-0 هتلعب اكسترا تايم، لكن 1-0 تقدر تجيب هدف يعني في الاخر المحصله ان انت لو جبت هدف كاميرون. واحد كاميرون انت ما عملتش ده كاميرون. كاميرون وكانت مغلوبه في ملعبها. مش كده اللي انا اقصده، انت ما لعبتش على ده بقى. انت لما جه فيك الجون اللي هو الايكوال اللي هو التعادل خلاص المفروض بقى تتحرر. المفروض تتحرر. اه انت لم تتحرر اداء يعني بقى حضرتك برضو مش مع استمراره. انا مش مع استمراره للاسباب اللي انا بحكيها دي. أوكي. وكمان لانه هو ستوبرن عنيد. يعني مخه. هقول لك برضو كلام اللي عايز كارلوس كيروش لا يقتنع. نعم لا يقتنع. لكن ما هيقول لك مثلا ما هو مانويل جوزيكا كده. مانويل جوزيكا لا يقتنع. بس مانويل كان بيحقق بطولات. بالظبط. ما هو انا ما عارف احنا ليه بعد فتره من تولي هذا الرجل المهمه انتقدناه في الاول على عدم اختياره للعيبه معينين. كارلوس كيروش. ايوه. اوكي. مثلا مجدي قفشه، طارق حامد. لا ده كتير، ده كتير يا استاذ جمال. لا عديت بقى هتلاقي كتير. احمد عبد القادر، زيزو احسن لعيب من وجهه نظري. انا بديك رامي ربيع انت جايبه تلعبه من الدار للنار يا راجل. لا وعند ما ايه الفكره في ان انت تجيب محمود علاء. محمود علاء ومخليه قاعد وجايب عليه ناس. ايه الفكره ان انت التجمع الاربعيني الاول، ايه الفكره انك ما تجيبش منه؟ امال كنت لامم 40 ليه من الاول؟ ايوه. وبعد كده احنا قلنا خلاص الراجل ده بيزعل من النقد قوي والتدخل في شغله، فقلنا له اختار اللي انت عايزه وهنحاسبك بعد المباراه وهنحاسبك في النهايه. اللي حاصل دلوقتي احنا بنتكلم بقى واحنا سايبين ايدينا. بنتكلم ان احنا مش خايفين ونكتر خيره. لا احنا مش خايفين ان احنا ناثر على
معنويات المنتخب. طيب بنتكلم براحتنا يعني. استاذ عصام انت شايف ان لا قبل بس عشان في جزء في الموضوع. اولا مش مصر ولا مصريين اللي يقنعوا بفكره انه اذا لمسنا البطوله فقد كان. وانا وقفت مع الاستاذ جمال عند كلمه احيانا. احيانا تغفر ده لو كل الماتشات لغايه مباراه النهائي كنت فارس زمانك، مش كل الماتشات مذعور وعمال تدي اللي جنبك بالبنيات واستر يا رب، واللي والدته عايشه ربنا يا رب يخليها له يكلمها، واللي والدته ميته بيقول والنبي يا اما لو في الجنه يعني ده طلبي منك نكسب. لا لا ده موضوع وده موضوع. ثانيا على المستوى الشخصي بدام هذا رايي انا ما عملتهاش ومش هعملها، مصر تستحق افضل من كده. لكن احنا في اللي جاي طب الافضل من كده ايه يا استاذ عصام؟ الافضل من كده حضرتك هو مصري ولا اجنبي؟ لا ورايك الافضل من كده مدير فني اجنبي على اعلى مستوى. قول بقى. لكن من هنا وطالع، وانا قلت لحضرتك من يمكن خمس ست اشهر هنا لابد من ملفات مهمه جدا على راسها، ان احنا هنعمل زي اتحاد مناظر كده لو حد عايز يجي معايا. يعني ايه؟ يعني الاجتماع هنا وفي كل الدنيا ازاي؟ يعني العدد هنا وهناك ازاي؟ يعني اللي بيشتغل اتحاد كره بيشتغل حاجه تانية ولا لا؟ يعني ببساطه شديده اي مدير فني يخش البلد دي بيبقى معاه ستاف المفروض كام واحد؟ مش كل واحد متساب لمزاجه. طبعا طبيعي مش اقل من 8 ل 12 على حسب بقى. على فكره ده غير الاجهزه الطبيه والاداريه. ايوه ما انا بقول لحضرتك. ايوه الستاف بتاعه هو اللي اسمه تشيلسي مش فاكر ولا ليفربول كان 21. ايوه حاجه كده. ايوه قلت لحضراتكم كده هنا في حلقه من الحلقات. وده ما مش معناه كمان على موسيماني ما انا وده مش معناه وعلى موسيماني اولهم. وحضرتك قلت لا قلت انه الاهلي كان رائد التطوير او لقالكم ثاني وثالث وعاشر، كل مره كانت بتضاف لبنة جديدة في سكة تطوير الكرة كانت بتبقى نابعة من الأقدم الأشهر الأهم وهو النادي الأهلي. وبالتالي ما تجيش تقول لي إن عجوز الفرح ده ممكن يقدم لنا شيء مقنع، لأنه راجل طول الوقت هيشتغل على ماضيه. هيرفي رينارد اللي استنانا مش استنوه، استنانا ها، وفي الآخر جاء أجيري لأن أجيري تبع حد صاحب حد قريب حد. أيوة. بيدير نادي حد من الآخر عشان إيه ما حملكش أكتر مما تحتمل. وده ما يجيش ليه لأشياء كثيرة جدا، أولها وأهمها أنه هيطلب ده الاستاف ده وهيطلب عدة وأدوات. هو نجح مع السعودية ونجح مع المغرب. حد يقول لي مركز المنتخبات اللي في كل العالم المنتخبات بتعسكر فيه مهجور ليه؟ أنا لسه شايف على فكرة في قاعدة كانت هناك وفيها حد مش في الاتحاد، حد كبير قوي مش في الاتحاد. بالي بالك لسه حالا سبحان الله لو ما كانوش خرجوا قدامي بالك. لو ما كانوش خرجوا قدامي بالعربيتين ما كنتش شفتها. لكن سبحان الله اكيد بقى بيدوا له التمام. مرزق بيدوا له التمام. بقول لك يا استاذ جمال مرزق طبعا ماشي في حاله لا العربيه والله العظيم بيدوا له التمام بقى عشان يقول لهم عشان يقول لهم هيعملوا ايه المره الجايه. قدامه كتير والله ما انت ما تبصش حولك. بقول لحضرتك بس فانا بقول لحضرتك في كونجرس في الفيفا. ايه كونجرس في الفيفا في قطر على هامش قرعه كاس العالم يعني في قطر بكره. هل الاستاذ جمال علام يستطيع ان يتخذ خطوات تصعيديه فيما يخص الشغل؟ مش هيقدر لانه استاذ جمال علام ما يعرفش يكلم مين بالظبط. استاذ جمال علام لما جه المره اللي فاتت كان جاي زي طب حضرتك قول له لو تعرف. لا مش انا هو اللي بيقول له هو اللي هيقول له، هو مش هيسمع من حد. هو هيزعل لو قلنا كده لانه المفروض انت يبقى عندك تور قبل كده اشتغلت في لجان وحاجات يعني قاريه ودوليه عشان تتجرأ على فكره منصب رئيس الاتحاد. اوكي حاجه ما تصغروش يعني، انما لما تبقى كنت ماشي مع حد هو اللي واخدك من ايدك يعني كراجل كده ايه منتظر القفزه التاليه المفروض هو يلجا لهذا الشخص عشان يقول له يخبط على باب مين. انما ما هو ضمن اللي بقوله لحضرتك هو ده عيب يا استاذ؟ لا خالص ما انا ما قلتش عيب، بقول له يلجا اهو. وتقريبا القعده يعني انا لما اعوز حاجه ما هاجي للاستاذ عصام كابتن اسلام كذا. لا كابتن انما ما تخليهاش الحكايه كده، الكلام ده احنا اصحاب. انا بقول لك بس لما يروح مره خلاص هو يشتغل بقى مش ما يبقاش الان. لكن الاهم انه القعده دي كانت على كده غالبا هيقولوا ايه والسيناريو ايه ويرفعوا ايدهم امتى وحاجات كده. تمام ودي حاجه ما انا بص انا معاهم يتفضلوا يقولوا لنا اي حاجه اللي زعلان مني اللي بس اللي يهمك مصلحه كره القدم المصريه الاهم بقى خد يا عم منه وامسك انت الشغل بقى مش هزعل انا وهطبل لك واكتب لك وكل حاجه. تيجي بقى تقول لي علشان نروح نقول ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ كل منتخب يا كابتن اسلام مش عايز ماذا حدث، انا عايز اعرف
ما هي اللي انت بتقوله ده الكونجرس. ماشي. كان لازم عشان تروح للكونجرس كان لازم تعامل منتخب مصر ب 50% مما يستحقه، الا وهو الاتي. اتفضل. ان انت تبقى عندك ثلاثة راحوا هناك من قبل ما نلعب الماتش الاولاني هنا، شافوا الاستاد، شافوا الفنادق، شافوا المستشفيات بما فيها ان يكون في مستشفى، ها وهقول لك مين عمل كده، يكون في مستشفى فيها اعلى تجهيزات لربما لعيب من ثروتك، مش بقى كبني ادم وبس، كسلعه بتاعتك يصاب اصابه شديده. الجزائر عملت كده في الكاميرا بالمناسبه يعني. اوكي. ثلاثه، وعلى فكره انا بقول لك دي منظومه عالميه بس بضرب لهم مثل باصدقائهم الجزائريين واشقائنا طبعا. وبالتالي هم ما حدش راح، ده كانوا عاجزين على بوكينج تقريبا اللي هو البتاع اللي قبلها ب 70 كيلو ده، لغايه ما معالي السفيره الرابط المسائل يعني اشتغلت اتحاد كره شويه برضه. واللي زعلان يا جماعه يقول لي عكس ده، واللي انا بتاول عليه يعني انا نفسي مره ابقى ورقه في ملف فساد الكره المصريه الحقيقه، حد يشكوني علشان امام بقى قاضي عادل. أوكي. نطلع بقى الورق ونقول له مصر تستحق انهم يجيبوا لنا نماذج ويترجموها، لا احد في العالم يجيب جمعيه عشان يطلع لائحه، لا احد في العالم ما يستخدمش البتاع اللي استخدمناه ضد شوبير بتاع المصلحه العامه اللي هو في القانون الجنائي، قلت لحضرتك مجرم لقرايب الدرجه الثالثه، كل ده شغال الله ينور حتى. تمام يا استاذ، بس عشان الوقت مش هينفع كل اللي في الكونجرس ده هوا، اغلبه هيكون اما، وده من غير ما يشكو حتى الاخوه في بتوع الجبلايه، مش هقول المصريين، اكثر حاجه ممكن تبقى عقوبه ماليه، الملعب ربما ياخد تحذير انه ممكن ما يلعبش هناك ثاني. بس طيب استاذ جمال، النادي الاهلي بقى اذا بما اننا في حته كمان بس اخر حاجه، هو ازاي نجومنا بما فيهم واولهم محمد صلاح ما وقفش وقال ياما يا عيني، والليزر عامل زي السنايبر في افلام القتله، لا كان ازاي ما وقفش، ازاي ما وقفش قبل تنفيذ، ازاي ما وقفش اقف، مش هلعب كان لازم طبعا. مش هلعب واقول له مش هلعب، واقول له انا الكابتن والحركات اللي بتشوفها في الشاشه، مش هلعب يعني. مش هلعب، طلعني بره، انا منسحب، بس التاريخ مش هينسى لك يا سيد غربان زي ما بيقولوا، بعد انما كله كده واغلب الجهاز لو مشوا على فكره وجينا نلومهم يقول لك احنا كنا ساكتين عشان مصر، ولا واحد طب كنت تمشي يا عم من شهرين وقول الحقوا عشان مصر. بس انا برضو عايز عايز اقول ايه يعني. طيب. انا مع مش عندنا النادي الاهلي لسه عايزين نتكلم. انا باختصار شديد مع كلام الاستاذ عصام طبعا كله بلا شك. بس انا عايز اقول ان احنا كل اربع سنين بنتكلم بندور في نفس الدايره في نفس الفلك ده، وده كلام مش مظبوط. لا خسارة، لا بالعكس ده هو مظبوط بالعكس. منذ يا استاذ جمال بس احنا ما بنقعدش اربع سنين، احنا بنقعد سنه او ست شهور. الفيلم الهابط ده لا نتعلم من اخطائنا. لا احنا يعني عايزين نتعلم والله، هم مش لا عايزين يتعلموا ولا يبطلوا اخطاء، مش مهم احنا نتعلم، المهم أيوة اللي بيدير لانه صح اللي بيدير الكره المصريه هو اللي يتعلم. احنا الله. سنلجا لاولي الامر في اعلى مستوى. ايام ماتش الجزائر لا استنى قبل الجزائر، الفيلم الهابط ده انت مش ملاحظ ان الجزء الاول منه كان صفر المونديال، الجزء الثاني منه لولا حسن شحاته كده هنرجع لا ما انا جايب لك يعني وانت 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 جاي هوب لغايه ما بقينا 2022 اجزاء بتتلعب هي خلاص. احنا كده عرفنا رايكم ان احنا ممكن، بس كم من الممكن ان نبقى في غنى عن كل هذا العك على هذا الكلام يعني وهذه الرؤى المستقبليه لو نجحنا في لعبه او في لعبتين أو كورتين. ولكن في النهايه انا برضو عايز اقول يعني ده انا بعتبرها ان ربنا ده الانذار الثاني بعد 2019. في 2019 لو كانوا خدوا البطوله دي كانوا هيمشوا مذيعين وهيمشوا جورنالجايه ومش هيخلوا اللي بيديروا الكوره اللي هي الامم الافريقيه. ايوه فياتي التحذير والانذار. كل اللي تم تعديله هو الشركات الوطنية اللي شغالة، اللي هي ازاي الناس تخش تذكرتي الأفريقية للأمن، مشاهد أيوة. مشاهد الحمد لله خلت شكلنا حلو، لكن هم مش هيتغيروا، دي مصلحتهم ومش هيسيبوها، هيعضوا بالنواجز عليها للآخر. أوكي. اللهم إلا نحن فعلا نتقدم لأعلى سلطة. انقذوا صناعة اسمها كرة القدم تدر أرباح خرافية، مش بس اسم مصر طبعا. لكن في النهاية بما اننا بنقفل هذا الملف يا استاذ جمال، وجهه نظر حضراتكم اني بكون مدير فني اجنبي وطاقم بطاقمه ويصوروا لنا اما بيشتغل في حته كان معاه كام واحد. هو بقى اللي عايز اقول حاجه صغيره جدا، انا عايز اقول احنا ليه مستعجلين جدا عشان عندنا كاس افريقيا يا كابتن، معلش مش تصفيات كاس عالم
ما هياش تصفيات يكمل على يعني الجهاز ده لغايه لما يختار يكمل باي جهاز اي جهاز يعني لغايه يعني. ما نختار صح اوكي يعني هو وجهه نظر لا هو ما انا بسال حضرتك وجهات النظر لا انت عارف احنا عاملين زي اللي ايه اللي شايل ميه على دماغه وبتدلق منه كل شويه وبعدين تلاقي الاربع سنين خلصوا واحنا لسه نفس برضه. القعده طب ما ينفعش لازم نقعد الناس تقعد تفكر مع احترامي الكلام للدكتور اشرف صبحي لا يجب حسم امر كيروش بكلمه او باتفاق مع جمال انا هعتبره حتى الان معلش انا بعتبر ان هو ما حصلش انا اعتبره يقصد انا اعتبره يقصد ان بلاش نهد كل حاجه لكن لو كلامه عن كيروش انا لا هو ما كانش بيتكلم عن كيروش انا يعني انا وصلني معلومه بكده ان هو ما كانش بيتكلم عن كيروش خالص هو وبيتكلم على استمرار الجيل ومحمد والكلام ده كله يعني. لا والسيستم شغال استقرار المنتخب لكن هو ما بيتكلمش على واحد بالزبط. لكن يا فندم في نفس الوقت هناك معلومه بتقول ان 99 يعني ما كانش 100% 99.9 مش هينفع 99 ما فيهاش 100% من اعضاء اتحاد كره القدم رئيس ونائب عايزين الاستمرار متفقين على استمرار كيروش ما احنا بنقول الراجل يعني مش عشان ما نطولش في جزئيه كيروش احنا بنقول ان هو له مميزات بس عنده عيوب قاتله عنده عيوب قاتله عموما هنشوف ايه اللي هيحصل الفتره الجايه في طيب. كاس الامم وفي تصفيات استاذ عصام الاهلي عنده مهمه قوميه يوم الحد القادم انا بعتبرها مهمه قوميه طبعا. في ظل ان الاهلي خلاص لو ربنا كرمنا ان شاء الله وفزنا يوم الحد هتبقى انت الممثل المصري الوحيد بالزبط. في دوري ابطال افريقيا وبالتالي يجب ان يكون هناك التفاف كبير حوالين النادي الاهلي لكن خلينا في ماتش يوم الحد اللي جاي صحيح. ماتش صعب ماتش مهم كيفيه الخروج من الازمه ازمه احباط اللاعبين السبعه او الثمانيه اللي جايين من المنتخب الوطني ان شاء الله يعني في النادي الاهلي انا بعاول كثيرا على الجهاز وعلى الكابتن سيد وعلى زياره من محمود الخطيب لاعب ونجم واسطوره ورئيس الراجل اللي تدرج منذ ان كان لاعبا الى ان يعني في نفس النشاط اللي يعني خد التور كله وهو قادر على نقل يعني عبارات كثيره جدا تطمئن اللاعبين مش بس انهم عملوا الاهلي ومن اللعيب مش فيهم لان اللعيب فعلا مش في لعبتنا مهما وجهنا نقد الواحد مش في مكانه كان وحش اليوم ده مش من حقه حتى يروح المنتخب حتى لو مش من حقه لانه دول ثروتنا في طبعًا الاخر طبعًا. شئنا ام ابينا حتى هو ما بيختارش نفسه هو الراجل اختاره وقال له العب هيعمل ايه وبالتالي هو اللي حطه ناحيه الشمال صحيح بالظبط حطه ناحيه اليمين وبالتالي ان شاء الله الاداره الواعيه دي قادره تخرج اللعيبه بسرعه وتقول لها انه شوارع كثيره حمراء لو فرحت هنقول انه ده طبيعي انه الاهلي بيفرح الاهلاويه والزمالك بيفرح الزمالكاويه بس برضه سعاده شوارع كتير حمراء هي مهمه برضه تقترب من المهمات القوميه بالفعل يقدر ينقل لهم ده ويقول لهم ناس كتيره زعلانه مستنياكم تفرحوها زبط. وبالمناسبه انتوا اخر حد الناس ممكن تزعل منه اعتقد انه الجهاز وطبعا سيد موجود يوميا نعم. وهو عاصر الكثير من ضربات بتفرض على الاهلي اللي هو زي كده يعني استاذ جمال بالتاكيد ان هي مهمه قوميه من الدرجه الاولى يعني ما حدش مش هنقول انها شبه مهمه قوميه لا هي مهمه قوميه النادي الاهلي بيمثل مصر في هذه المهمه واعتقد انه اللعيبه اللي راجعه من كاس من تصفيات كاس العالم من دكار لعيبه الاهلي بسرعه هيعودوا او هيستعيدوا او يحصل لهم عمليه الاستشفاء البدني والنفسي قبل المباراه المهمه جدا هو النفسي أهم النفسي اخطر طبعا قبل مباراه لا اعتقد ان هم من الخبرات يا كابتن اسلام اللي عندهم من الخبرات اللي تخليهم عندهم القدره على انهم يخرجوا من هذه الدايره دايره الاحباط لان برضو لازم نقول لهم انتوا عملتوا اللي عليكم تماما وفقا اصل لعيبه الاهلي بتبقى مشكلتهم مش احباطهم عشان ما عرفش لا هو ما بيقدرش يواجه الجمهور وهو مزعله دي عاده اهلاويه لازم حد ياخد بايدهم يا اولاد لا ولازم نقول لهم الناس مقدره جهدكم وعارفين ان مش انتوا السبب الرئيسي يعني. لازم نقول لهم من خلال برضو قناه النادي الاهلي انه وارد جدا انك تنجح مره وتفشل مره ما فيش مشكله يعني يعني الفشل في هذه فئتين المباراتين مش نهايه العالم وطول ما انت رياضي وطول ما انت في الملعب هتكسب مره وهتخسر مره صحيح خسرت مره يبقى احنا عايزينك المره الجايه دي تكسب ان شاء الله الهلال السوداني مع كل التقدير والاحترام وتصعد باذن الله
الى الدور القادم في دوري ابطال افريقيا. استاذ عصام قدره على كده. استاذ عصام عليك من المتابعين للنادي الاهلي دائما وجود كل اللاعبين تقريبا باستثناء بعض الاصابات زي عمار واكرم وبقيه اللاعبين ان شاء الله يا رب. دي اصابات طويله يعني اصابات طويله اقصد يعني احنا ما عندناش برضو الحمد لله والشكر لله ما عندناش اصابات كثيره ولكن يعني عوده علي معلول ايضا من المنتخب التونسي وهو فرحان ومبسوط بصعود المنتخب التونسي طبعا على الجانب الاخر قال عايزينه ينسى برضو ويركز يعني وعلى الجانب الاخر قال ديانج وبرضو زعلان ومحبط وبالتالي اعتقد ان كل ده من الممكن جدا ان هو يصب في مصلحه الاهلي في المباراه القادمه كله عايز يطلع اللي عايز يطلع بقى أيوة. من طبعا. هو ده اللي انت بتشاور عليه واللي قلت لك انه سيستم الاهلي هيساعد عليه انه يلا بقى قدمه حاجه يعني اكنه انت هتاخد لعيبتك وتقول لا يا سيدي انا معاك انك تبقى زعلان بس ده مش معناه انك تزعل اكتر وتحبط اكتر بالعكس قدم بقى وجبه جديده حتى ديانج باعتبار ان النجوم الاجانب لما بيفوزوا مع انديتهم في كل العالم بيبقى نوع من شياكه بلده بياخد عالمه حتى وراه ياخد ميداليته حتى ديانج يتقال له يلا يا عم مع فريقك اللي هو النادي فرح برضو جزء من جمهورك وشعبك في مالي بان فريقك حصل على بطوله ان شاء الله المهمه ما هياش صعبه المهمه دي ولما تبقى جوه النادي الاهلي تطمنك اكتر لانه الناس اشتغلت من امبارح مش من بكره اشتغلوا على ده يعني اكيد بيتابعوا لاعبتهم حتى قبل المباريات وشغالين على ده ويمكن انا ساقتني الصدفه يعني اكون مع الكابتن سيد صديقي العزيز يعني في ندوه في جامعه بني سويف هو شاف كمان كالعاده يعني بس هو شاف الناس منتظره قد ايه وقلقانه قد ايه وطمن كل الناس بما فيهم حتى غير الأهلوية يعني أنه في النادي الأهلي كل حاجة مرتبة ده اللي يخليك ما تبقاش عندك توجس أو حتى تستطيع أن تضيف معلومة في طريقة إخراج اللاعبين لأنه في كتلة من الخبرات قادرة على ده بإذن الله على اللاعبين بقى أنهم يستجيبوا ليه؟ لأنه ده البونبوني اللي هو هيوزعه يعني بالظبط كده أستاذ جمال برضو من الناحية الفنية بقى في مثل هذه المباريات احنا بنشوف ان موسيماني بيتألق في مثل هذه المباريات ولكن احنا بقى الفترة اللي فاتت كان الكل بيساند المنتخب الوطني وقفلنا هذه الصفحة واتجهنا الى الاهلي من وجهة نظرك كيف ينظر موسيماني بقى من الناحية الفنية لهذه المباراة 100% موسيماني اكيد برضو حاطط كل الاعتبارات اللي حضرتك خايف منها او بتحذر منها هيحاول هيبقى فاهم كويس قوي معناها ايه ان اللعيبه راجعه من هو قال ان انا يعني ان انا مش همرنهم ولا هعمل حاجه غير يعني ان انا همرنهم نفسيا وذهنيا هو هيجهزهم نفسيا اكتر من انهم لان هم بدنيا وفنيا هم في الصوره يعني بالظبط تماما لكن هو نفسيا هو هيحاول يعمل لهم استشفاء بقى نفسي او معنوي ليه عشان يجدد الدوافع اللي عندهم والطاقات اللي عندهم ويفكروا ان دي كمان بطوله مهمه جدا هي دي بطوله ان شاء الله باذن الله توصلهم في الطريق الى كاس العالم للانديه مظبوط للمره الثالثه على التوالي وايضا بطوله جديده ان شاء الله باذن الله ف 100% عندهم الاهداف يعني اللي تخليهم يقدروا عندهم اهداف ودوافع كبيره جدا واعتقد ان لعيبه النادي الاهلي برضو بحكم خبرتهم بيقدروا يفصلوا دايما الـ بين المواقف يعني يعني ما بيستغرقوش قوي ما بيوقعوش فريسة مثلا للإحباط واخد بالك بيحاولوا على طول يغيروا اللي بعده يعني اللي بعده يمسك منها ازمه شعب هتلاقي اللعيبه بالظبط انا في الاخر هو مواطن أكثر مصري نكد يعني لانه بيته واسرته واهله عشان يصالح الشعب ده لازم يصالحه او على الاقل عشان يصالح جزء كبير أيوة. من هذا الشعب هو ده بقى اللي انا قصدي عليه يا استاذ جمال انه دي بقى الحرفيه بتاعت خبرات اداره النادي الاهلي اداره النادي الاهلي واعيه لهذا الامر انا معاك انت زعلان اهو بس على راي اسلام يلا بقى فرح لك شويه بالظبط وبالتالي يقدر ياخده جنب الجزء التدريبي مهم واضح طبعاً. ان الموس هيبقى مستعد بقى بتدريب اللي هو حاجه فاني تخرج اللعيبه بقى من تركيز الهم بعض المسابقات سمول جيمز لطيفه ينسيهم عنده خبرات طويله يعني واعتقد الكابتن الخطيب وزي ما بقول لك اصل المشهد ده متكرر يعني الفيلم ده متكرر يا جماعه فيلم الهابط ده بتاع اللي بيديروا المنتخبات متكرر اصله فبس المره دي فعلا الناس كانت بقدر اهتمامها بانها تشوف حاجه أكيدة وحلوة في إيد ولادها كانوا حاسين إن اللعيبة دي تستاهل إن الإدارة بتاعت الكورة تختار
افضل من يديروهم. لانه الحقيقه واحنا اتفقنا كلنا هنا من العيب وان شاء الله لن يحدث مجددا خمس مقاعد لافريقيا. مستحيل مصر ما لهاش مقعد دائم. مستحيل حد كنا قاب قوسين والله بقى يا استاذ جمال ساعتها ولا حد يكلمنا عن الحظ ولا الرجاله عملت اللي عليها والكره كده. ولو جدي لا لو جدي طب ولو الشناوي ما صدش الشناوي امبارح عمل حاجات يا عم غريبه في الوقت الشوط الاضافي الاول. لا لا كل احنا كلنا قلنا كلنا حطينا دماغنا خلصت واللي جابها من تحت العارضه دي ثلاث اهداف. يا خبر ابيض يا خبر ابيض. طيب برضو على الجانب الاخر يا استاذ جمال النادي الاهلي برضو في هذه المهمه الصعبه هل بقى يعود مستر بيتسو ل 3 4 3 الكلام بقى اللي هو المحير دائما قبل كل مباراه ولا 4 2 3 1 ولا 4 4 2 هيعمل ايه هيفكر ازاي فنيا بقى؟ هو دي اولا بتخضع لنوعيه المباراه او اللي هو عايزه من المباراه. اوكي هو ايه هو عايز ايه من مباراه الهلال السوداني؟ عايز يكسب. فلا بد ان هو هيلعب برضو بطريقه لعب او بخطه تميل اكتر. مساله التامين الدفاعي ده ما فيش جدال فيه. يعني طبعا. اي طريقه لعب او اي خطه محتاج لازم يبقى عندك دفاع قوي جدا ومحكم عشان ما تديش فرصه للمنافس ان هو يحطك في موقف صعب. وبالتالي اعتقد ان مستر موسيماني عنده برضو من الخبرات الافريقيه وفكرته عن الفرق الافريقيه بشكل عام. هو عارف ازاي يقدر يلعبهم بشكل يعني اللي هو يؤدي لتحقيق الهدف اللي هو عايزه. اكيد يعني هو يريد من هذه المباراه النقاط الثلاثه ملاش حل تاني. وبالتالي لازم هيبقى بيهاجم وفي نفس الوقت بيحافظ على التوازن الدفاعي بتاعه. يعني مفيش كلام استاذ عصام. اخيرا هي 4 4 2 3 1 هي افضل طريقه. هو بيعرف كمان يعملها كويس حتى اللي بيبقى فيها قفشه كمان بالظبط يعني. اللي فيها صانع لعب قفشه وبتسمح لعبد القادر بالوجود بيسمح لك باستخدام كل قواتك الرائعه اللي هي فيها تكوينه يعني. ما بين المهاره والقوه والالتزام في نفس الوقت. انا بتمنى انه الفرق المصريه تدرس كويس قوي او الاخوه الكوتشات المحترمين لما تحب تدافع مفيش افضل من 3 5 2 تخلي شكلك حلو. ولو عندك فعلا زي ما بتطلعوا تقولوا لنا اصل همسك نفسي لغايه ما هاجم برضه مفيش طريقه تخليك تهاجم باحترام وانت خايف من اللي قدامك اكتر من 3 5 2 لانها الحقيقه معموله عشان كده. باستثناء بقى ان فرقه تلعبها براجل عواطلي ها اللي هو واقف ورا طول النهار ده. لكن ما تجيش بقى تقول لي احط الليبرو قدامهم ومش عارف ايه. لا هي 3 5 2 راجل بيسير اللعب راجل ما بيسمحش بحاجه تيجي وفي نفس الوقت عندك جساره انه في خمس لاعبين في نص الملعب اللي هو بيبقى ليبرو يعني. لا لما ليبرو مش عواطلي كابتن جاري. كابتن جاري هو له مصطلحاته. كابتن جاري لا ده كان بيشيل بلاوي طبعا. لا ما هي لا في 3 5 2 الكابتن جاري كان بحبها جدا الله يرحمه. بس كان يقول لك ايه الا اذا ان انا اتحكت بس هو لا بالعكس بالعكس ما احنا جايين عشان الناس هي الناس ناقصه ازمات عم جمال. لا كان يقول لك باستثناء يعني انك تخلي الدنيا تبقى مرصوصه عشان ما تخليش اللي قدامك يلعب. وبالتالي ده راجل بره الفرقه يعني يقصد يعني. انما هو ده ليه دور زي ما انت بتقول طبعا. ده هو اللي قاطع وهو اللي موجه وهو اللي بيعمل اول باص في الملعب ده اللي بيبقى شايف ما طبعا ما عشان كده بقول لك باستثناء عشان برضه ما حدش ياخدها وتلاقي الديفنس ايه معدي من الدنيا. ده كانوا عاملين عناوين يا استاذ جمال هيضلمها. نعم انت رايح تلعب ناس عشان تضلمها ولا رايح انت عشان تبقى انت حاجه النور الحلوه يا اخي؟ تبرع ولو بجون يا اخي لوجه الله. كروش كروش عندنا متخصصين والله في انك انت تعكنن الاخر مش تفوز على الاخر. هو ظلمها بس علينا للاسف يعني ما. بس فانا متاكد انه يعني اللي جاي ان شاء الله هنرفع صوتنا. لكن سبحان الله انه النادي الاهلي عنده مباراه الهلال اعلى من الهلال مجيش الجيوش طبعا. وبيدور حتى على مساعدات اخرى غير الكوره ماشي. لكن الاهلي اداه حدود ولما يعرف لعيبه الاهلي وكمان اداره الاهلي ان دي ممكن تكون حاجه ترفع الضغط شويه هيحسنوا عملهم ان شاء الله. يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. شكرا جزيلا يا استاذ جمال على وجود حضرتك معانا وان شاء الله كده نشوف حضرتك بعد الفوز باذن الله.
على يا رب ان شاء الله. ان شاء الله شكرا جزيلا. اشكرك شكرا جزيلا استاذ عصام. شكرا 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 جزيلا. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل احمد ايشو وايمن جلبرتو هيكونوا معنا ارقام واحصائيات خاصه بمباراه الاهلي والهلال ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوف ونجومنا اللي موجودين معانا النهارده في هذه الفقره. ازيك يا ايشو؟ كابتن اسلام ازيك حضرتك؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. ازيك يا ايمن؟ ازيك يا كابتن؟ كله كويس؟ هارد لك وانتم كمان وحشتوني جدا. هارد لك طبعا. امبارح مباراه كانت صعبه جدا ولكن كان من الممكن ان احنا نصعد الى كاس العالم. اتفضل يا ايشو. كان من الممكن طبعا انت في يعني مرتين ضربتين ترجيح الكره معاك. انت هم ضيعوا مرتين الاول كنا احنا لو سجلنا المرتين دول وكمان السوليه سجل الثالثه في الكورتين انت هتبقى 3-0. بس يعني سيناريو تاني خالص. بس يعني اراده ربنا وطبعا يعني في عوامل كتير. يعني احنا كنا اصلا ممكن ما نوصلش اصلا بالترجيح. يعني احنا كنا ممكن في النص ساعه الوحيده اللي احنا في الماتشين لعبنا نص ساعه، نص ساعه الثانيه في الشوط الثاني امبارح. فاحنا كنا ممكن نعمل حاجه. يعني انت طالما انت عندك القدره ان انت تهاجم وان انت يعني تمسك كوره شويه ولو حتى تلت ساعه، بلاش نص ساعه، تلت ساعه ورحت بكوره، كوره زيزو راسيه وفي كوره ثانيه اخترق بيها وهكذا، كان ممكن تعمل منظر. لكن انت للاسف معتمد تماما، ودي يعني اجمالا مع كيروش يعني خلال مسيرته معانا، يعني هو كل حاجه هو الراجل معتمد على ان هو يخطف جول وخلاص، او يوصل اصلا لضربات ترجيح. يعني احنا في كذا مره وصلنا لثلاث مرات او رابعه بقى. يعني ثلاثه في امم افريقيا والرابعه في المونديال، كلهم بيوصل بيعايز يوصل المباراه لضربات ترجيح. طيب وصلناها، احنا وصلنا قبل كده في امم افريقيا وموفقناش، فليه انت تغامر مره ثانيه؟ ليه انت كل مباراه واضح ان احنا رايحين لضربات ترجيح، مع ان انت لو كنت سجلت هدف واحد بس خلاص هو الماتش خلص. ده لو هي 0-0 او 1-0 او 2-0 او 2-1 خلاص. لا انا اقصد ان انت حتى لو 2-0 بالظبط. يعني احنا اللي هي الفكره كلها كنا مره اتكلمنا مع حضرتك هنا كابتن اسلام ان مشكله منتخب مصر مع كيروش حاجه واحده بس ظهرت في امم افريقيا، التحولات الهجوميه بتاعتنا عامله ازاي في الماتشات الكبيره. ما نتكلمش حتى على الماتشات الصغيره، انا بتكلم في الماتشات الكبيره لما بنمسك الكوره هنعمل ايه. أيوة. هي دي انا شايف ان دي الازمه الوحيده اللي ظاهره معانا بشكل كبير مع كيروش. احنا الماتش الاولاني الذهاب كره عمرو السوليه لصلاح في الاول كانت جمله واضح ان يعني مترتبه، لان مصطفى محمد طلع ان هو المفروض هيسندها وصلاح كسر كانت فيها جمله. طب ليه ما بنكررهاش باساليب مختلفه؟ اوكي نعتمد على سرعه محمد صلاح، لان محمد صلاح مش هياخد الكره ويرقص. صح. فالنهارده ماتش كوت ديفوار الى حد ما كانت دي نفس المشكله، ماتش الكاميرون كانت دي نفس المشكله، السنغال امم افريقيا نفس الماتشين بتوع الذهاب والاياب كانت هي نفس المشكله. احنا بنقف دفاعيا كويس جدا. يعني السنغال نظريا هنتكلم في اجمالي 120 دقيقه اياب وال90 دقيقه ذهاب، هنتكلم في ثلاث فرص للسنغال. يعني اللي هم ماسكين كوره عملوا ثلاث فرص. مصر كان ليها فرصتين في مباراه الاياب. النهارده كنا نقدر الفرق الافريقيه، اعتقد حضرتك كمان تفتكر كلمه كان مستر مانويل جوزيه دايما يقولها، ان دايما المدافعين الافارقه حتى لو كانوا محترفين دايما عندهم مشكله لما بتضغط عليهم بشكل معين او بتلعب لهم الكور العكسيه بيتلخبطوا بيضربوا في بعض الاخماء. وده اللي حصل لما زيزو ومصطفى محمد نزلوا. الكره الوحيده اللي زيزو عملها قطعها لجوه الجون بالظبط، لعبت له كويس. صلاح لما راح الشمال ولعب الكره العرضيه لزيزو لعبها بدماغه. يعني كان في شكل تقدر ان انت تلخبطهم وتخليهم لكن انت سبتهم ان هم يلعبوا براحتكم وانا واقف مرصص الدنيا. ربنا كرمنا في كره بتاعت محمد الشناوي. يعني دي كانت يعني محمد الشناوي كان على فكره اي حارس ممكن في لحظه دي يقف مثلا بعد الكره ما اتكسر، لكن الشناوي لعب على الريسك بتاع او الحته بتاعه. في ناس كتيره جدا شافت لما الكره دي اتصدت اتقلم هنوصل. اصل يا كابتن ده الجون بالظبط على فكره انا ربطت اصلا ربطتها بالكرات اللي احنا مثلا 2002 وقبل كده، يعني بس يمكن ما حضرتش قبل كده قوي، بس من اول 2002 مثلا بوع الكوره احنا ضيعنا كرات غريبه في الجزائر والمغرب وهكذا. فاحنا قلت بقى يمكن شبهها بقى هتيجي معانا مثلا. كان بالظبط تحت الجزائر جون تحت الجون بيحطها ببطن رجله لان فوق العارضه بالظبط. وبرده في العوده هناك في العوده برده فوق وطارق السعيد بتاعت المغرب بتاعت المغرب. فلا احنا شفنا احنا عشنا سيناريوهات صعبه تقريبا ده اصعبهم. يعني بعيدا طبعا عن 6-1 ماجد طلبة في كابتن ماجد طلبة في ماجد طلبة طبعا وبركات في الجزائر بركات الجزائر دي الجون الاخراني الكره اللي طلعها بره دي برده ده كان ناس ده كان يعني سيناريوهات زي دي عدت علينا كتير كتير يعني. بس دي كانت صعبه بس الحمد لله احنا ما شفناش سيناريو الجزائر والكاميرون اللي ده كان اصعب برده كان اصعب بس
احنا كان انا وجهه نظري يا كابتن طبعا احنا ادينا اللي علينا واللعيبه ادت اللي عليها وكمجهود ويشكروا وكل حاجه، ولكن اعتقد كان نقدر نبقى شكلنا افضل من كده. بالظبط. طيب برضو على الجانب الاخر عايز اقول بس لحضراتكم ان الاستاذ جمال علام في مداخله تليفونيه مع هاني حتحوت في برنامجه اتكلم وقال ان هو يعني بيطالب الكابتن المهندس هاني ابو ريده والدكتور حسن مصطفى بالتدخل لصالح مصر في وهو منتظر رد من لجنه الانضباط في الفيفا علشان يشوفوا ايه اللي هيحصل، لان الكاف حول شكوى مصر في ضد السنغال الى الفيفا، وبالتالي طالب المهندس هاني ابو ريده والدكتور حسن مصطفى. المهندس هاني ابو ريده طبعا عضو الاتحاد الدولي لكره القدم، والكابتن حسن الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، وعنده طبعا علاقات قويه جدا في اللجنه الاولمبيه، طالبهم بالتدخل لصالح مصر طبعا وتحريك هذه الشكوى. ممكن عالم نفضل ورا حقنا لغايه لما نشوف ايه اللي هيحصل. هو طبعا اكيد احنا ما فيش اي مشكله من الاعتراض، انا مع اني اعترض، بس انا مش عايز اعيش الناس في وهم او في امل ان احنا في عدد. لا لا لا، مش مساله امل، ولكن مساله ان هو قد يكون انت عندك حق انت في اي شيء طبعا تحاول تاخده. على فكره احنا فعلا عندنا حق، لان اللي حصل قبل المباراه والاعتداء على الاتوبيس واللي انت واهانه ان انت تعمل النشيد الوطني الصفافير اثناء النشيد الوطني دي حاجه يعني انا ممكن اتفهم الليزر. على فكره الليزر يعني ماشي في الكوره واحنا شفناه قبل كده. لا لا بس ما شفناهوش بهذه طبعا اكيد طبعا الكلام ده عمره ما حصلت قبل كده بهذه الكميه. شوف لي فين اللوائح الاتحاد الدولي كمان في فتره يعني زي ما حضرتك قلت كان موجود، لكن هم في فتره ده كان الليزر تحديدا كان بيتحط كده اسما يعني ما ينفعش ان هو يخش الملاعب يخش في الملاعب. صح صح. فاكيد ان هو يبقى موجود بهذا الكم ده صح يعني اكيد مترتب له، يعني مش الموضوع طبعا. مش حاجه فرديه لا ان النهارده مسموح بيه اصلا ان هتخشوا بيه ومحدش هيمنعكم. فلازم اهم حاجه حضرتك قلتها ايه، لو لينا حق نطالب بيه ولكن بهدوء، ما نقولش للراي العام ان احنا هنعيد الماتش نستنى خلص. والله جه قرار بعدت الماتش كان بها، ما جاش قرار خلاص احنا نبقى خدنا حق. لكن انا توقعاتي انا الشخصيه ان الموضوع هيرسي على يعني ممكن بعض الماتشات بدون جمهور وغرامات. بس اتكلمت في هذا الامر يعني لان هم مش متعودين على كده. هم مش متعودين على كده. هم مش طيب ما هو انت بتقول لي ده في عادي في الكوره. عادي في الكوره في عادي في الكوره يعني للاسف ممكن نتقبله في افريقيا، لكن موضوع النشيد الوطني كان بزياده يعني. انت لو تاخد بالك ما جبنا حتى بعض الصحف العالميه سواء من فرنسا او من انجلترا او من بلاد كثيره اوروبيه جدا بيتكلموا عن ان محمد صلاح والعنصر او يعني الشكل اللي تعرض له محمد صلاح في الليزر، او زي ما حضراتكم شايفين ده جايبين ده الصوره دي ترند على كل طبعاً. مواقع التواصل الاجتماعي هنا وبره مصر. بس كان لازم يا كابتن نعترض برضو هنا وقت الماتش يعني احنا برضو يعني نتعلم للاسف حطينا في مواقف كتير، ولكن لازم نتعلم ان في مواقف زي كده لازم يبقى لينا وقفه اكبر جوه الملعب. ممكن يبقى في جوه الملعب اعمل ايه ممكن؟ لا يعني على فكره لو كان ممكن اعتراض بشكل ما والناس تقف، كان ممكن مثلا مذيع الداخلي ينبه تنبيه ما. انا فاكر في مصر مره حصلت ان مذيع الداخلي بشكل ما بسيط قال يا جماعه بعد اذنكم ما نستخدمش الليزر، كان وقتها في مصر برضو بعض الناس بتخش بيه عشان ده ممكن يؤدي الناس بتخاف على بلدها وبتخاف. فاكيد هناك لو كان احنا اعترضنا بشكل قوي قبل المباراه او كان لينا موقف معين قبل المباراه كان ممكن الوضع يبقى اهون كده، ولكن اللي حصل حصل. وفي النهايه برضو يعني احنا ما خسرناش بسكور او يعني مدى التاثر، ان احنا قدرنا نعبر بالمباراه بشكل جيد وكان ممكن نسجل، وحتى في ضربات الجزاء الشناوي كان عليه الليزر والحمد لله قدر يصد كوره، ولكن اتحرك منها بصراحه كانت واضحه يعني. لكن احنا حظ يعني الدنيا وهي مش مكتوبه لنا يعني، انا شايف ان هي واضح ان هي مش مكتوبه لنا يعني. عموما يعني هنقفل برضو الملف ده وهنطلع فاصل، وبعد الفاصل بقى هنرجع نتكلم عن الاهلي ومهمه صعبه جدا ان شاء الله يوم الاحد، ان شاء الله يستطيع ان الاهلي ان يفوز في هذه المباراه. نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نتكلم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ايشو مباراه صعبه ومباراه مهمه في توقيت صعب. اكيد طبعا يعني احنا حضرتك لما بنتكلم الهلال طبعا اكيد دول بنتكلم عن ماتش الهلال خصوصا جاي في الوقت ده، ما هو ده وقت الصعب. ماتش صعب ان انت بعد الحاله النفسيه اللي احنا فيها واللعيبه الدوليه فيها، يمكن هو مبسوط بس هو علي معلول طبعا بسبب بنبارك له طبعا يعني، لكن اللعيبه طبعا معظم قوامنا طبعا معتمده على لعيبه مصريه، فاكيد طبعا يعني حالتهم النفسيه مش في افضل احوالها خالص. انت بتتكلم ان هو اللعيبه جايه اصلا من ارهاق يعني للاسف، حتى يعني اخذ قفشه وما لعبوش يعني مش فاهم برضه ليه يعني بصراحه، بس
في الاخر احنا قدام تحدي صعب، تحدي ان انت تفصل اللعيبه عن الحاله اللي احنا كلنا عايشينها، اللي احنا كلنا طبعا يعني مع اني انا من النوع ما كنتش متفائل قوي بالتاهل، يعني انا كنت مستعد لسيناريو زي ده، بس للاسف بعد ما يحصل برضو بتتضايق وبتزعل. ففي تحدي كبير جدا قدام الجهاز الفني للنادي الاهلي ان هو يخرج اللعيبه من الحاله دي، يخرج اللعيبه من حاله ان هو خلاص يا جماعه الملف الدولي ده اغلق وخلاص ان شاء الله باذن الله نحلم في المفروض التاهل والسهل بعد كده. اصلا كاس العالم المفروض هيزيد بقى 43 منتخب 48 خلاص 48 كمان، فالمفروض احنا 9 منتخبات بقى نوصل بقى يعني المفروض يعني المفروض خلاص المفروض المفروض بقى يعني مفيش موضوع اي عقده بقى وكلام من ده، فنحلم بقى كمان 4 سنين. لكن دلوقتي احنا عندنا حلم هو الفوز بالثالثه على التوالي. ده مش هيحصل بالكلام ولا يحصل بان احنا بنقول ان احنا اكبر واقوى فريق في افريقيا. ده بيحصل بان انت تترجم القوه دي في الملعب، تترجم القوه ان هو يعني سان داونز اللي احنا طبعا هو فريق محترم جدا يعني، بس هو كسب الهلال 4 كده بمنتهى السهوله في السودان. فاذا انت من حقك ومن حق الجمهور الاهلي يحلم ان هو يكسب برضو الهلال السوداني رغم الظروف دي، برضو نكسب برضو سكور هنا عشان انت تقول لا انا جاي انا خلاص هو اللي حصل. خلي بالك حط يجب ان يتم الوضع في الاعتبار، انت بتلعب فريق كبير برضو طبعا. ما هو فريق كبير طبعا انا متفاهم ده جدا، هو فريق كويس واللي بيتهيأ هو اصلا بينافس معانا، هو عنده فرصه زينا في التاهل كتاني، لكن انت الاكبر، انت صاحب التاريخ الاكبر، وانت اللي محتاج اصلا هو لو لا قدر الله عمل حاجه فهو مفاجاه، لكن انت الاساس، انت اللي انت عندك الفرصه ان انت يعني في تعادل او حتى طبعا احنا بنعمل فوز، احنا طبعا عندنا فرصتين يا تعادل يا فوز، لكن احنا طبعا لا معلش ايشو عشان بس انا اللقطه دي بالنسبه لي برضو لقطه مهمه جدا وبالنسبه لينا كلنا كمصريين. اللقطه دي ده احد المشجعين السنغاليين هو ماسك الليزر زي اللي انا كنت ماسكه بالظبط من شويه وعملته على الشاشه، بس عشان نوري حضراتكم ده مسمينه بطل قومي في السنغال، انا مش بهزر على فكره، لكن اللقطه دي لقطه جايبينها من بعض الصحف السنغاليه وبتقول على هذا الرجل هو بطل قومي لانه ساعد. يعني انا بقول طبعا دي للاستاذ جمال علام وللجميع، انا راجل مصري وبحاول ان انا اوري لحضراتكم ايه اللي بيحصل. عايزين تاخدوا الحاجات دي كلها، كل الحاجات اللي احنا عملناها والتجارب اللي احنا عملناها على الهواء مباشره ويتم ضمها للملف اللي بيتعمل عشان يروح للفيفا او نكمل الملف بتاعنا، ما عنديش اي مشكله طبعا وهبقى سعيد بده. هذا الرجل بيتقال عليه ان هو رجل المواقف الصعبه والرجل البطل والرجل اللي مش عارف ايه اللي هو ساعد ان محمد صلاح ما يعرفش يجيب الكوره اهو. انا بس بوري حضراتكم علشان بس الناس ما تاخدش الموضوع لناحيه التريقه لا احنا لما بنعمل حاجه بنعملها علشان الناس كلها تشوف ايه اللي بيحصل، الناس كلها تعرف ايه اللي بيحصل. بالمناسبه برضو احنا بنتكلم قبل ما نرجع تاني نتكلم مع ايشو ومع ايمن جلبرتو، الكابتن وائل جمعة أعلن عبر تويتر أنه رحل رسميا عن توليه منصب مدير الكرة مع منتخب مصر. قال اليوم نهاية رحلتي وتواجدي كمسؤول مع المنتخب ده وأعود مرة تانية لصفوف المشجعين. ده كان كلام كابتن وائل جمعة على تويتر. طبعا الكابتن وائل جمعة كل التوفيق ليه في أي مكان، واحد من أهم وأعظم اللاعبين في كرة القدم المصرية والنادي الأهلي. اتفضل ايشو. طبعا يعني وائل جمعة من أساطير الكرة في مصر وفي النادي الأهلي طبعا، ويعني هو بصراحة مش ده المنتظر اللي هو يقدم استقالته بصراحة، يعني مع ان هو راجل تاني يقدم استقالته، بس انا مش يعني انا قابلها للأسف بعض المسؤولين مش قابلينها يعني. نرجع للنادي الأهلي وحلم ان احنا لازم مرة تانية نفصل عن اللي حصل ده بقى ونبدأ نركز مرة تانية في ان انت بتلعب على فرصتين. نظريا عندنا فرصتين، لكن احنا بنلعب على الفوز، والفوز كمان بنتيجه ان شاء الله تكون كبيره. عشان هي بقى نقطه بس اخيره بس يعني قبل ما اسيب طبعا الكلمه لصديق ايمن، النقطه بتاعت ان هو والله احنا انا بطالب اللعيبه والجهاز الفني احنا نكسب بسكور، وفعليا النادي الاهلي بيقدم مع موسيماني ارقام وبطولات ونتائج بفوز يعني 4 و5 وارقام كبيره كده. ايوه. ورغم كده مع الاعلام المصري بمنتهى الامانه، الاعلام المحايد نظريا يعني بيقطعوا في الراجل، والراجل يبقى كسبان 4 و5 وبيقطع، لكن مع غيره
وغيره هو كان طول الوقت يقول انا جاي عشان اتاهل لكاس العالم، ما تحاسبونيش على كاس العرب، ما تحاسبونيش على كاس الامم الافريقيه. بس برضه تعرض لهجمه قويه جدا او الانتقاد قوي جدا يعني. انا شايف ان هو من امبارح بصراحه الناس كلها عماله يعني تتكلم في اي حاجه تانية بعيدا عن كارلوس. الموضوع كان صعب من امبارح للنهارده. انا فاهم ان احنا كلنا زعلانين، لكن ما يبقاش ان احنا ده كلام كابتن وائل جمعه. انا اسف يا ايشو. مع دوام التوفيق للكره المصريه ودائما العالم بلدنا مصر في السماء. بدا من الاول هو من تحت خالص. شكرا للجهاز الفني المحترم بقياده مدرب عالمي، استفدت منه كتير في فتره وجيزه. اتمنى انه يستمر مع منتخبنا سنوات كتير للاستفاده بما يملكه من علم وخبره. بشكر الكابتن ضياء وكابتن شوقي وكابتن حضري وبالتوفيق ليهم، وشكر كبير للجهاز الاداري على العمل والاجتهاد والمسانده، والشكر الاكبر للجهاز الطبي. شكرا لكم جميعا. مع دوام التوفيق للكره المصريه ودائما علم بلدنا مصر فوق في السماء. اتفضل اتفضل يا جلبرتو بقى لو عايز تقول تعليق على لا كابتن وائل جمعه. يعني بعيدا يعني على المستوى الشخصي انا فخور جدا، انا من اصدقاء كابتن وائل جمعه يعني وعلى تواصل معاه، لكن طبعا كان الواحد بيتمنى هو ما حلفوش الحظ ان هو كلاعب يتاهل لكاس العالم، كنا نتمنى نشوفه كمسؤول، ولكن يعني هي دي كره القدم. وان شاء الله كابتن وائل جمعه لسه ليه مستقبل كبير جدا، وراجل محلل كبير، وهنشوفه اكيد في كاس العالم كراجل محلل، وان شاء الله هتيجي فرصه تانية ان هو يرجع تاني للمناصب الاداريه سواء في منتخب مصر او النادي الاهلي، ويعني انجازاته كلاعب تستمر كمان كرجل اداري. طيب ممكن تقول لنا اهم الارقام بقى لمباراه الهلال والاهلي، او اهم ارقام الاهلي والهلال؟ يعني لو استعرضنا اول حاجه ممكن نستعرض تاريخ مواجهات الفريقين من خلال الجدول اللي احنا عملناه. الفروقات على فكره كنتائج، يعني مثلا لما قبل كده اتكلمنا عن المريخ كان الفرق كبير، لكن هنا برضو لو في 9 مباريات بنتكلم ان الاهلي فاز 3، الهلال فاز 2، التعادل 4 مباريات، الاهلي خسر مباراتين منهم واحده كانت في مصر بس دي اخر مره كانت 2004 بهدف جاستن اعتقد وقتها. الاهداف الاهلي سجل في الهلال 7 اهداف، الهلال سجل في الاهلي 6 اهداف، فهنا حتى بنتكلم ان هو التنافس كبير جدا ما بين الاهلي والهلال. الهلال زي ما حضرتك قلت كابتن اسلام فريق كبير، حتى لو تصنيفيا بعيد عن الاهلي، ولكن مع النادي الاهلي دايما هم مركزين 100%، ما بالك لو هم عندهم فرصه واحده للتاهل. لو استعرضنا كمان ممكن الارقام بقى بشكل عام في البطوله حاليا عامله ازاي، النادي الاهلي من 5 مباريات قدر ان هو يكسب 2، تعادل مباراه كانت مع الهلال 0-0، وخسر للاسف 2، وطبعا هي مباراه سان داونز اللي هنا هي اللي كانت يعني اربكت الحسابات. الهلال على المستوى الاخر وكسب 1 وخسر 1 وتعادل في 3، سجل 4 واستقبل 7، فبرضه هنا الهلال كنقدر نقول ايه كفريق دفاعا لا دفاعه عنده فيه مشكله، النادي الاهلي يقدر ان هو يستغلها بشكل كبير جدا. الاهلي سجل 6، الاهلي مسجل 6 اهداف على مدار البطوله، فبرضه قوه هجوميه كبيره، لكن برضه دفاعيا يعني بالضبط في مشكله، استقبلنا اعتقد 5 اهداف. محمد شريف هو هداف النادي الاهلي في البطوله بشكل عام، جايب 4 اهداف منهم 3 اهداف في مرحله المجموعات. برضه نقدر نستعرض ارقامه، واحد من اهم اللعيبه اللي موجوده وبيقدم مستوى كبير جدا في الناحيه الهجوميه للنادي الاهلي الفتره الاخيره، ولكن يعني مش عارفين برضو ليه هو ما تواجدش مع المنتخب، كان ممكن يبقى ليه دور بشكل اكبر. يعني بنتكلم في 7 مباريات اجمالا 7 مباريات 10 اهداف لا هو اعتقد الاهداف ممكن يكون فيها لخبطه، هو 4 اهداف في البطوله اجمالا من 7 مباريات، المحاولات الناجحه على المرمى 7 من 14 محاولة، نسبه 50%، التمريرات الناجحه بتاعته 64 من 88، خلق الفرص او التمريرات المفتاحيه 3، فارقام كلها مميزه جدا جدا لمحمد شريف، واحد من المهاجمين السنه دي، حتى هو ابتدى يعني يستعيد يعني في فتره كده كان تاه لان تاثر نفسيا، ولكن سريعا رجع للمستوى هداف الاهلي في الدوري وهداف الاهلي في دوري ابطال افريقيا. فان شاء الله العوامل دي كلها زي ما قيشو اتكلم ان هنخرج اللعيبه الدوليه من الحاله اللي هم فيها. الاهلي للاسف برضو مع كل توقف دولي لازم يبقى عندنا الازمه بتاعه ان في لعيبه بتقع، يعني محمد عبد المنعم لسه مش عارفين موقفه، حمدي فتحي مش عارفين موقفه، رامي ربيعه مش عارفين موقفه، فدي يعني ثلاث بنتكلم في 3 اعمده
مع بدر بنون مش موجود، فالنهارده الحاله الدفاعيه هنفضل اللي موجودين ياسر ابراهيم، وراجل عمل ماتشين اقوياء جدا فعنده حمل بدني رهيب، ايمن اشرف موجود، فهم دول بس الاثنين اللي وارد يكونوا موجودين في المباراه اللي جايه. عمرو السوليه يعني كتر خير الدنيا اللي هو بيعمله في الفتره الاخيره، فعلي معلول بس علي معلول هيجي فرحان لحد ما، ف يعني نتمنى ان حل بس لحد ما ده هيجي فرحان مبسوط قوي يعني يعني هيجي ف ورب نكرم حظهم برضه، ورب نكرم حظ منتخب تونس بصراحه محظوظين بصراحه يعني الجون حضرتك شفت الجون بتاع مالي غريب جدا هناك وغريب جدا رجعها ده واتطرد بعديها يا عيني يعني. فلا نبارك لعلي معلول، حاجه جميله ان هنشوف علي معلول تاني في كاس العالم زي شفناه الكاس العالم اللي فات. فلا ان شاء الله النادي الاهلي هي فرصه واحده، فرصه المكسب، مش عايزين نخش في سكه التعادل، مش عايزين نخش في اي حسابات معقده، ان شاء الله المكسب للنادي الاهلي. تشكيل سريع وتشكيل سريع. التشكيل اتوقع ان هو اعاده في حاله طبعا اذا كان محمد عبد المنعم هيكون في بقى قناع واقي الانف يعني وكان جاهز يعني، ونفس الكلام برضو هاني. لا ما اعتقدش يعني ممكن تستعمل غير محمد عبد المنعم يعني. صح. ماشي بقى انا بصراحه بس لا مش موجود، يبقى انت عندك الثنائي قلبي الدفاع ياسر ابراهيم وايمن اشرف، يمين هيبقى هاني اذا كان جاهز ان شاء الله، وشمال علي معلول، اثنين ارتكاز عندنا السوليه وديانج، وقدامهم 10 ان شاء الله 4 2 3 1 10 قفشه، وبعدين قدام الثلاثي اللي قدام تاو وشريف واحمد عبد القادر. يعني هيلعب برضه ثلاثي في وسط. اوكي. انا برضو اميل شويه ان بس محمد الشناوي اميل شويه ناحيه اليمين، ان واضح ان محمد هاني لسه بيتعافى، فاعتقد كريم فؤاد ممكن المباراه دي يأديها بشكل جيد. ياسر وايمن اشرف حاليا مفيش غيرهم، ما نقدرش نستعين بحد غيرهم. علي معلول لو حالته البدنيه تسمح، لو ما تسمحش محمود وحيد ممكن يلعب الحته دي طبعا. لا حالته النفسيه هتكون بس اقصد يعني بدنيا برضو بالظبط احنا محتاجينه بصراحه يعني. معلول يا عيني برضو من اللعيبه اللي لعبت ماتشات كتيره جدا الفتره اللي فاتت، في وسط الملعب ما فيش غير عمرو السوليه وديانج، قفشه صانع العاب، اعتقد احمد عبد القادر شمال، يمين يعني اعتقد نظريا بيرسي تاو واضح ان لسه واحده واحده برضو ما نحملش عليه، فاميل لطاهر محمد طاهر، والسترايكر يبقى محمد شريف ان شاء الله يعني. طيب يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. انا بشكركم شكرا جزيلا، شكرا نعيش على وجودك معانا، وكل سنه وانتم طيبين بقى طبعا. رمضان على الابواب خلاص يوم السبت او الحد ان شاء الله، فكل سنه وانتم طيبين. شكرا جزيلا نعيم، شكرا كابتن، كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله بقى خلاص الايام اللي جايه نرجع للدوري وشغف الدوري ويعني نوريك التحف بتاعتنا بقى على البيرو ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكركم شكرا جزيلا، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله ابتداء من يوم السبت هيكون مع حضراتكم برنامج بالليل في رمضان، الاهلي في رمضان، كل مذيعي قناه النادي الاهلي هيكونوا موجودين في هذا البرنامج يوميا مع حضراتكم، نقول لحضراتكم كل الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي، وعندنا يوم حافل ان شاء الله نقوله لحضراتكم ويبقى واضح على قناه النادي الاهلي ابتداء من اول يوم رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين، ودايما يا رب مصر في خير، ودايما يا رب كل جمهور النادي الأهلي بخير وسعادة وسلام. إن شاء الله يوم الأحد النادي الأهلي يستطيع أن يفوز في مباراته أمام الهلال السوداني ويتأهل لدور الـ16 ولكل حدث حديث. دور الثمانية أنا آسف، ولكل حدث حديث في المباراة القادمة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم، وأنا هبقى موجود مع حضراتكم أول حلقة يوم السبت، وهيبقى بقى برنامج الأهلي في رمضان. أشكركم وأشوف حضراتكم على خير.